السلام عليكم. السلام. في حد عنده أي سؤال يا جماعة من المحاضرة اللي فاتت؟ طيب، بحيث كده احنا كان المفروض المرة اللي فاتت وصلنا لغاية ان احنا بدأنا نشوف الديلاي بتاع الجيتس، الستاتيك كومباينيشنال لوجيك جيتس، وشفنا ان الديلاي بتاع الجيتس دي بيتأثر بالفان ان. شفنا ازاي ان كل ما الفان ان بيزيد معانا كل ما الديلاي بيزيد معانا، ده كان في السلايد دي. وبعد كده شفنا ازاي تأثير الباترن علينا، شفنا كمان تأثير الباترن الاولاني مع الباترن التاني، ازاي الكلام ده كله بيأثر في الديلي. وطلعنا بكونكلوجن ان السيجنال الكريتيكال بالنسبه لنا اللي عايزينها تبقى سريعه نحطها قرب الاوتبوت، مش نحطها قرب الجراوند او قرب السبلاي. كان ناقص كمان ان احنا كان ناقص بعد كده ان احنا نشوف الايه برضو تاثير الايه الانترنال كاباسيتنس على الديلي، مش مجرد بس ان الفان ان بيزود بيزود الديلي، احنا كمان كنا عايزين نشوف الانترنال كاباسيتنس الجديده اللي ظهرت دي بتاثر علينا ازاي. فاحنا كنا خدنا مع بعض في الانتر كونكتس ليكتشر، كنا خدنا حاجه اسمها الالمور ديلي. والالمور ديلي ده شفنا ازاي ان وجود كذا كاباستور وكذا ريزيستور بيأثر على الديلي بتاعنا. فاحنا هنعمل نفس الكلام ده على الكومبلكس نتوركس، بس هنا تعالوا بس ناخد الصوره الاعم شويه من الالمور ديلي. الالمور ديلي اتفقنا ان هو بيعمل ان تاثير كل الكاباسيتورز اللي في النتورك بيعمل لها ار سي تايم كونستنت ويجمعهم مع بعض. فلو افترضنا ان دي النتورك اللي عندنا اللي مرسومه فوق دي فيها 5 كاباسيتورز سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 وسي اي، دول 5 كاباسيتورز، وبالتالي يبقى لازم التايم كونستنت بتاعي يبقى فيه 5 تيرمز، واحد نتيجه سي 1 واحد نتيجه سي 2 سي 3 سي 4 سي اي، تمام؟ طيب لو الانبوت بتاعي هي البوينت اس وهي دي اللي بعمل فيها التشينج من 0 تو 1 وعايز اشوف الاس دي هتوصل للبوينت اي، التغيير ده هيوصل للبوينت اي بعد قد ايه، يعني عايز التايم كونستنت للفاريشن من اس لغايه اي. فاحنا كنا اللي احنا خدناه مع بعض في الانتر كونكت كان من ايه، من اس لاي كان سكه واحده بس، برانش واحد اوف ريزيستورز، وكنا بنجمع الكاباسيتورز ساعتنا في السكه. فهو هنا المور بنعممه شويه لو كان في برانشنج بحيث ان انا اخرج لكاباسيتورز في نتورك تاني، ماشي؟ يعني انا هنا في ار 1 وار 4 سوري ار 1 وار 3 وار اي، دول موجودين على نفس السكه من الانبوت للاوتبوت، لكن في كمان ار 2 وار 4 دول في سكه بره. فاللي بيقول هنا الالمور بيقول ان حتى الكاباسيتورز اللي في السكه اللي بره دول كمان هياثروا معايا في الديلي، عشان كده في ترم جاي نتيجه سي 2 وفي ترم جاي نتيجه سي 4. بس لما احط الترم اللي جاي نتيجه سي 2 وسي 4 هيتضرب في الريزيستنس اللي موجوده على الباث الاساسي بس، مش الريزيستنس لغايه الكاباسيتور. يعني ايه؟ يعني انا سي 1 هتتضرب في ار 1 عادي، ده احنا متعودين عليه ما فيهاش مشكله، وسي 3 هتتضرب في ار 1 زائد ار 3 برضو دي ما فيهاش مشكله، وسي اي هتتضرب في ار 1 زائد ار 3 زائد ار اي دي برضو ما فيهاش مشكله. لما تيجي سي 2 بقى، سي اثنين المفروض انها تضرب ار 1، لو ار 2 كانت ار 1 ار 2 عادي، بس هي دلوقتي ار 2 دي اوف ذا باث، يعني دي موجوده في سكه ثانيه غير السكه المهمه بالنسبه لي، وبالتالي احنا بناخد تاثير سي 2 دي عن طريق انها تضرب في ار 1 بس. يبقى انا باخد ايه تاثير سي 2 على الديلي من اس لغايه اي، ان انا باخد الريزيستنس الكومن اللي في الباث بس ما بينها وما بين ايه؟ ما بين سي اي. يبقى سي 2 وسي اي الريزيستنس الكومن ما بينهم هي ار 1، يبقى هنضرب في ار 1 بس. طب سي 4 الريزستنس الكومن اللي ما بينها وما بين سي اي هي ار 1 وار 3، يبقى هضرب في ار 1 وار 3 بس، مش هضرب في ايه في ار 4. وبالتالي يبقى انا عندي 5 ترمات عشان عندي 5 كاباسيتورز، سي 1 هتتضرب في ار 1 بس، سي 2
هلاقي الريزيستنس اللي موجوده في السكه بس هي ار 1، سي 3 هتبقى ار 1 زائد ار 3، سي 4 هتبقى ار 1 زائد ار 3 برضو مش هاخد ار 4، وسي اي هتبقى ار 1 زائد ار 3 زائد ار ايه زائد ار اي، وده اللي مكتوب عندنا في المعادله. تمام، ده الشكل الاعم او الجنرال بتاع الايه بتاع الالمور ديلي لو في عندي نتورك فيها برانشنج بالشكل ده. فأي سؤال في النقطه دي؟ طبعا ده الشكل العام، بس احنا عندنا الدنيا برضو ستيل هتبقى سهله نتيجه ان احنا اتفقنا ان احنا بنحسب الورست كيس ديلي بس، اللي هو بيكون فيه سكه واحده بس للكرنت من الانبوت من الاوتبوت للجراوند او من السبلاي للجراوند، وانا بحسب بس سكه الديلي نتيجه الكلام ده. وبالتالي هنرجع لنفس الحاله بتاعت الالمور ديلي اللي كانت موجوده في الانتر كونكت السمبليفايد كيس، اللي هي عندي سكه واحده بس للكرنت. فانا بقول ان انا عندي دلوقتي لو السي ال دي وسي 1 وسي 2 وسي 3 عايز افرغهم، عايز اعمل لهم ديسشارج علشان خاطر اوصل للصفر اللي هنا، يبقى السي 1 دي هتتضرب في الريزيستنس بتاعت دي، سي 2 هتتضرب في الريزيستنس بتاعت سي ودي، سي 3 هتتضرب في الريزيستنس بتاعت بي وسي ودي، وسي ال هتتضرب في الريزيستنس بتاعت اي وبي وسي ودي. وبالتالي الديلي بتاعي هيبقى 0.69 الار ايكويفالنت، حيث ايه نفترض ان كل الايه كل الترانزستورز ليهم نفس الار. سي 1 مضروبه في ار واحده بس، سي 2 مضروبه في 2 ار، سي 3 مضروبه في 3 ار، وسي ال مضروبه في 4 ار. يبقى واضح كده ايه ان كل كاباستور بيتضرب في الريزيستنس بتاعتنا، وعندنا الالمور ديلي بيخلي لنا الريزيستنس بتاعت الدي دي بتظهر 4 مرات، بتاعت السي دي بتظهر 3 مرات، وبتاعت البي دي بتظهر مرتين، وبتاعت الاي بتظهر مره واحده. تاني، الكاباستور سي ال هيتشارج هيدسشارج من خلال الاربعه ريزيستورز اي وبي وسي ودي، الكاباستور سي 3 هيدسشارج من خلال بي وسي ودي، الكاباستور سي 2 هيدسشارج من خلال سي ودي، والكاباستور سي 1 هيدسشارج من خلال دي. وبالتالي دي ظهرت في الدسشارج بتاع الاربعه كاباستورز، سي ظهرت في الدسشارج بتاع الثلاثه كاباستورز، بي ظهرت في الدسشارج بتاع اثنين كاباستورز، واي ظهرت في الدسشارج بتاع واحد كاباستور واحد بس. فهنا يبان قد ايه الريزيستنس بتاعت اخر واحد دي كبيره او بتاثر معايا اكتر من اللي فوقيها من اللي فوقيها من اللي فوقيها، نتيجه ان دي بتظهر 4 مرات في 4 مرات في المعادله، دي 3 مرات، دي مرتين، دي مره واحده. اوكي، فده خلانا وجود الانترنال نود كاباسيتنس بيزود الديلي اكتر زي ما انتم شايفين، وكل ما التان ان بيزيد كل ما الديلي بيزيد اكتر كمان. فهنا بتظهر علاقه او بتظهر فكره ممكن نفكر فيها، هي فكره حاجه بنسميها البروجريسيف سايزنج. ان بما ان الترانزستور اللي تحت ده بيظهر 4 مرات، وده بيظهر 3، وده بيظهر 2، وده بيظهر 1، يعني الترانزستور اللي تحت ده الريزيستنس بتاعته بتكونتريبيوت للديلي اكتر من اي واحد تاني، فليه ما نفكرش ان احنا نعمل حاجه بالشكل ده؟ ان انا احنا المره اللي فاتت لما عملنا سايزنج للفور انبوت ناند قلنا البي موس 3 3 3 مثلا لو كان الريفرنس انفرتر 3 1، والان موس 4 4 4 4، ليه ما نخليش ال 4 4 4 4 دي نخليها 4 5 6 7؟ يعني نكبر الترانزستور اللي تحت ده كتير جدا، اكتر من اللي فوقيه، اكتر من اللي فوقيه، اكتر من اللي فوقيه، بحيث ان الريزيستنس بتاعت الراجل ده تبقى صغيره مقارنه بده مقارنه بده مقارنه بده. كل ما الريزيستنس يكون تحت كل ما هنخلي الريزيستنس بتاعته اصغر، نتيجه ان هو بيظهر مرات اكتر في المعادله، فبنصغر الريزيستنس بتاعته عن طريق ان احنا نكبر الدايمنشنز بتاعته مقارنه للي فوقيه مقارنه للي فوقيه. الكلام ده بنسميه بروجريسيف سايزنج، ان كل واحد نخليه اكبر من اللي تحتيه، ده بنسميه بروجريسيف سايزنج. وده سوليوشن زي ما شايفين كده مكتوب في السلايد ده، ان هو بيعمل امبروفمنت في الديلي 23%، بس للاسف في المودرن تكنولوجيز ما بقيناش بنعمل السوليوشن ده خالص. عشان نعمل السوليوشن ده المفروض ان احنا كل ترانزستور هيبقى اكبر من اللي فوقيه، وده المودرن تكنولوجيز ما بتسمحلناش ان احنا نقدر نعمل الترانزستورز جنب بعض بدايمنشنز مختلفه باريا صغير، لان هنضطر ان احنا نحطهم في ايه في ارياز مختلفه على السيليكون، وبالتالي سوليوشن قديم شويه ما بنقدرش نستخدمه دلوقتي. طيب هرجع تاني معلش. يبقى انا هنا شفت الالمور ديلي، وشفت ان كل الكاباستور كل كاباستور بيظهر ليه ترم في المعادله، وشفت ان الريزيستورز بقت بتظهر اكتر من مره في المعادله، فده بيأثر على الديلي بتاعي، وشفنا ان الحل بتاعه ان احنا نعمل حاجه اسمها بروجريسيف سايزنج. ماشي، M1 M2 M3. هنا بقى بيقول لك امتى تستخدم البروجريسيف سايزنج وامتى تستخدم الترانزستور سايزنج. الترانزستور سايزنج ده اللي احنا اتعودنا عليه او اللي احنا درسناه من شويه الاسبوع اللي فات، ان هو ان احنا
بنكبر الدايمنشنز عشان نخلي الديلي بتاع الجيت زيه زي الديلي بتاع الريفرنس انفرتر، فده اللي اسمه ترانزستور سايزنج العادي. ده مهم او ده بيبقى هو السيجنيفيكانت لما يكون الفان اوت اكبر من الانترنال نود كاباسيتي. كنت دايما بقول لكم امتى بنهمل الانترنال نود كاباسيتنس؟ دي بتهمل لما يكون عندنا الكاباسيتور اللي بره اللي هو سي ال ده اكبر من الانترنال نود كاباسيتنس بكتير. لما يكون عندك الفان اوت كبير، يعني انت شايف لود كبير، فانت شايف لود كبير يبقى السي ال دي كبيره قوي مقارنه بالانترنال نود كاباسيتنس، فكل الانترنال نود كاباسيتنس ممكن تهمل، وبالتالي الايه الترانزستور سايزنج ده اهم حاجه، والبروجريسيف سايزنج ما بيبقاش ايه ما بيبقاش مفيد قوي. كده كده زي ما اتفقنا البروجريسيف سايزنج ده مش موجود في الايه في المودرن تكنولوجيز، اللاي اوت بتاعها ما بيسمحش بوجوده، وبالتالي هي فكره نعرفها لكن ما هياش ايه ما هياش بتنفذ دلوقتي. يعني اي سؤال في موضوع الالمور ديلي والبروجريسيف سايزنج والكلام ده؟ الدكتور عايزني دكتور. ايوه اتفضل. هو دلوقتي مش لما بكبر بعمل موضوع البروجريسيف سايزنج ده ان كده النوت كاباستنس هتزيد؟ هتزيد طبعا، بس انت هنا بتويت حاجتين مع بعض، هل زياده الايه زياده الكاباستنس هتبقى احسن من احسن اكتر، ولا ان الريزيستنس قلت بقى اقل؟ احنا هنقلل الريزيستنس اكتر من ان الكاباستنس تزيد، بالذات ان الريزيستنس بتظهر مضروبه في اربعه. الريزيستنس مضروبه في اربعه. طب كده مش اللي هي الريزيستنس اللي تحت، عشان احنا اتفقنا دي ضربت في اربعه، دي ضربت في ثلاثه، دي ضربت في اثنين، دي ضربت في واحد. اوكي، فعشان كده لما دي السايز بتاعها زاد الريزيستنس بتاعتها قلت كتير، بحيث ان الديلي اوفر اول قل. تمام. طب وده هيأثر في النويز مارجن والحاجات دي؟ النويز مارجن ليه يأثر في النويز مارجن؟ احنا مثلا كنا مثلا في الانفرتر كنا بنعمل سيمتريك، وكنا بنعمل حاجة تانية لما بنحسب البيتا والكلام ده، بس النويز مارجن بيتغير مكانه. تخيل صراحة النويز مارجن ممكن يتأثر ليه صح؟ انت في الاخر انت هدفك هنا انك تستيل، عايز تخلي ال انت عايز تخلي انت قصدك هنا ان الريزيستنس اللي تحت دي بقت اصغر من اللي فوق، يعني اللي بقى ما بقاش سيمتريك انفرتر يعني. انا قصدي يعني على كده، يعني احنا بنهتم اكتر بالديلي، يعني هي الدايره هتبقى كويسه مع حسن الديلي، ولا النوز مارجن يبوظ مني شويه؟ هو تي بي اتش يعني الار ان والار بي المقارنه بينهم مش هتبقى عادله قوي طبعا في الحاله دي، ممكن نويز مارجن هيتغير طبعا، وزي ما قلت لك هو سولوشن مش فاليد اني مور يعني نتيجه المودرن تكنولوجيز يعني. اوكي، انا احنا لو كنا خدنا السلايد بتاعت اللاي اوت كنت ممكن اشرح لك المشكله فين، بس هي فهي فانت يعني ليتس اسيوم ان احنا خدنا الفكره، بس هي مش فاليد في المودرن تكنولوجيز، وبالتالي هتلاقي كل الانفرترز وكل الجيتس اللي موجوده حاليا بتخلي السايز بتاعتنا متساويه يعني. طبعا هي بيقول لك كمان ان الانبوت اوردرنج بيسيف 5% في الديلي، ده معناه ان هو انك تحط مين اني سيجنال كريتيكال اورب الايه اورب الاوتبوت زي ما اتفقنا مقارنه بالاورب جراوند يعني. تمام. طيب اوكي، طيب بالنسبه للباور بقى، ده كده كان الكلام بالنسبه للديلي. بالنسبه للباور فاحنا عندنا الباور المفروض احنا كنا خدناه المره اللي فاتت، الدايناميك باور اللي احنا قلنا اهم نوع عندنا كان عباره عن الاف في السي في الفي دي دي سكويرد، وساعتها كنا كاتبين الاف اكتيفيتي، وقلت لكم ان الاف دي ما هي الا الالفا اللي هي الايه حاجه يبقى اسمها الاكتيفيتي فاكتور مضروب في الاف مضروب في الفريكوينسي. طب الاكتيفيتي فاكتور دي هي عباره عن ايه؟ بنشوف الجيت بتتغير الاوتبوت بتاعها كل قد ايه، فامتى الجيت بتاعنا تتغير؟ الاوتبوت بتاع الجيت بتاعي امتى يتغير يا شباب؟ يتغير لما يكون عندي صفر وقلب بقى واحد، او واحد وقلب بقى صفر، هو ده تعريف ان ايه ان حصل عندي تغيير. طيب لما صفر يروح لواحد بعد كده واحد يروح لصفر، معنى كان ان عشان يحصل عندي تغيير بندور على probability of transition from 0 to 1، وهي اللي هي بالتالي هي from 1 to 0 نفس الـ probability يعني.
وبالتالي الاكتيفيتي فاكتور من هنا ورايح بنجيبها عن طريق ان نقول انها عباره عن البروبابيلتي ان الاوتبوت بيساوي صفر في البروبابيلتي ان الاوتبوت بيساوي واحد. ده كده ايه؟ ده كده اسمه الايه الـ اسمه الاكتيفيتي فاكتور بتاعنا. بنضرب البروبابيلتي ان الاوتبوت بيساوي صفر في البروبابيلتي ان الاوتبوت بيساوي واحد. ده ايه؟ ده معنى الاكتيفيتي فاكتور يعني. طيب ايه اللي بيأثر بقى في الاكتيفيتي فاكتور دي؟ بيأثر اصلا نوع الجيت بتاعك ايه، هل انت نور ولا اكس اور ولا ناند ولا وات ايفر، لان كل واحده من دول البروبابيلتي بتاعت الاوتبوت بتاعتها بصفر مساوي واحد مختلفه. بيأثر معايا كمان اللوجيك ستايل، هل انا شغال ستاتيك جيتس ولا دايناميك جيتس. لما ندخل مع بعض في الدايناميك جيتس هنشوف ازاي ان الالفا بتتغير. بيدخل معانا سيجنال ستاتستكس، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي الموضوع فانكشن فيه probability ان الاوتبوت بيساوي صفر، probability ان الاوتبوت بيساوي واحد برضه فانكشن في probability بتاعت الانبوت. يعني انا لو بتكلم على ناند جيت، لو جيت قلت دي ناند جيت واشوف probability ان الاوتبوت بيساوي صفر probability ان الاوتبوت بيساوي واحد بكام، لازم الاول اشوف probability بالانبوت بكام. لان لو الانبوت بتاعي مثلا هنا واحد زيرو على طول، واحد بس هو اللي بيتغير، طب ما انا الاوتبوت بتاعي هيبقى بيساوي وان على طول. لو انا عندي الواحد من الانبوتس بيساوي صفر، واحد من الانبوتس بس هو اللي بيتغير، يبقى في الحاله دي الالفا بيساوي واحد على طول، يبقى مفيش ترانزيشن خالص، يبقى الالفا بتساوي صفر. وبالتالي انا لازم اشوف كمان الاستاتستكس بتاعه الانبوت بتاعي، الانبوت بتاعي بيتغير ببروبابيلتي قد ايه، هل الانبوت بتاعي متغير ولا ثابت ولا كده. حاجه ثانيه لازم اخدها في اعتباري هي الانتر سيجنال كورليشنز. يعني لما اقول ان انا عندي الانبوت جيت بتاعي ده ايه وده بي uncorrelated ببعض، يبقى كل واحد بيتغير بمزاجه. لكن لو جيت قلت مثلا ان ده الانبوت جيت بتاعي ودي ايه والطرف الثاني عباره عن انفرتر وداخل على 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 سيجنال، يبقى معنى كده برضو ان في ايه ان دايما واحد هيبقى عكس الثاني، دايما الاوتبوت هيطلع بيساوي ايه، بيساوي واحد على طول بغض النظر عن اي حاجه. وبالتالي لازم اخد في اعتباري هل السيجنالز اللي في الانبوت correlated لبعض ولا مش correlated لبعض. طبعا دي حاجات كلها بتاثر على قد ايه الايه الاوتبوت هيتغير معايا وقد ايه هيبقى فيه باور كونسامشن. طبعا السي ال اللود بتاعي ده بيعتمد على الانترنال نود بتاعي كاباسيتنس الفان ان قد ايه، وبيعتمد كمان على الفان اوت اللي هو الاوتبوت كاباسيتنس او الجيت اللي انا شايفها بعد كده قد ايه. الاثنين دول بيأثروا لي على الباور كونسامشن بتاعي. اي سؤال هنا؟ تعالوا ناخد اكزامبل كده. يقول لك النور جيت، النور جيت عندي ده التروث تيبل بتاعتها 0 0 0 1 1 0 1 1، الاوتبوت بيساوي واحد مره واحده بس والباقي كله بصفار. هنا 0 0 الاكس اور 0 1 1 0 1 1، الاوتبوت بيساوي واحد لما يكونوا ديفرنت، بيكون صفر لما بيكون زي بعض. فلو افترضنا ان الانبوتس ار ايكوالي بروبابل، ان هما البروبابيلتي ان الانبوت بيساوي واحد بنص والبروبابيلتي ان البي بيساوي واحد بنص، في الحاله دي هناخد البروبابيلتي بتاع ده في البروبابيلتي بتاعت ال1 في البروبابيلتي بتاعت الزيرو، اللي هي تبقى 1 على 4 في 3 على 4 يطلع الالفا 3 على 16. اما في الاكس اور فالبروبابيلتي بتاعت الزيرو هتبقى 1 على 2 والبروبابيلتي بتاعت ال1 هتبقى 1 على 2 برضه، نضرب الاثنين في بعض يطلع الالفا بيساوي 1 على 4. فيبان هنا ان الاكس اور فرصه ان الاوتبوت بتاعها يتغير اكتر من النور، وبالتالي يبقى في عندي ايه باور كونسامشن اكتر في الاكس اور مقارنه بالنور لو كانت الانبوتس بتاعتي probability بتاعتها متساويه بتساوي نص. حد عنده مشكله ازاي بنجيب الكلام ده؟ طبعا انا يكون عندي تو انبوتس اقدر اجيب الالفا بتاعتها بسهوله بالشكل ده. لو عدد الانبوتس زاد برضو ممكن نكتب التروث تيبل ونجيب الالفا، او ساعتها ممكن بنديكوا القانون بتاع الايه البروبابيلتي ان الحاجات اندد والحاجات اورد بكام، تستخدمها علشان تحسب الالفا بتاعه الايه الالفا بتاعه الاوتبوت، يعني probability output بيساوي صفر probability output بيساوي واحد، تحسبها عن طريق القوانين البروبابيلتي يعني اللي هي بتبقى جيفن في المساله. يعني يقول لك ان دايما هتلاقوني في المسائل ببقى مديكوا حاجه بالشكل ده كده، بقول لكم ان probability of a b بتساوي probability of a في probability of b، والprobability of a plus b بتساوي probability of a plus probability of b minus probability of a في b. تمام؟ يعني الحاجتين الاندد مع بعضيهم هيبقى probability، حصل ضرب probability بتاعتهم،
الحاجتين الاورد مع بعضهم، ويبقى بنجمع الاثنين probability ونطرح منهم حاصل ضربهم في بعض. فانت لو عندك بوليان اكسبريشن او عندك رسم مرسومه تقدر تجيب البوليان اكسبريشن منها، وبعد كده تحسب البروبابيلتي بتاعت ان الاوتبوت بتاعها بيساوي صفر بكام، او البروبابيلتي ان الاوتبوت بتاعها بيساوي واحد بكام، عن طريق انك تستخدم الاكسبريشن بتاعت الايه القانون بتاعت البروبابيلتي الموجود عندك. هتقدر تجيب البروبابيلتي ان الاوتبوت بصفر بكام والبروبابيلتي ان الاوتبوت بواحد بكام، تضربهم في بعض تجيب الالفا، ومنها تقدر تجيب الباور كونسامبشن. اي سؤال؟ الدين او النار. طيب كنا الاسبوع اللي فات حد منكم سالني اذا كنا نعمل الايه الاند جيت او الناند جيت بالشكل اللي فوق شمال ده، ولا نعمله بالشكل ده، ولا نعمله بالشكل ده، يعني هل نزود الفان ان قوي ولا نقلل الفان ان قوي ونعمل مالتيبل ستيجز. لو انا عايز اعمل 10 انبوت اند جيت، دي 10 دي 8 2 4 6 8 انبوت اند جيت، هل اعملها بالشكل ده ولا اعملها 2 4 ولا اعملها 4 2؟ مين في دول الديلي بتاعه احسن؟ مش عارفين. برضو ان انا اذا كنت عندي واحد 4 انبوت ناند جيت وفي ليها سيرتن لود كاباسيتنس، هل ادرايف اللود كاباسيتنس دايركتلي ولا احط شويه انفرترز في السكه ما بين الجيت وما بين الايه اللود كاباس. اوكي، فالمفروض ان احنا في عندنا بارامتر او في عندنا كوانتيتي يعني بنسميها اللوجيكال ايفورت. اللوجيكال ايفورت دي هو اللي بنستخدمها علشان خاطر نحدد لنا اذا كنا نستخدم الشكل اللي هو اللي فيه مالتيبل جيتس ويز تو انبوتس، ولا نستخدم واحده جيت بمالتيبل ايه مالتيبل انبوتس، او نحط انفرترز ولا. فاللوجيكال ايفورت دي تول معانا بنستخدمها علشان خاطر تحدد لنا أني configuration في دول أحسن من حيث الديلي. أوكي؟ أي سؤال؟ طيب السلايد رقم 32 إحنا هنحاول نثبت المعادلة بتاعة اللوجيكال إيفورت، وبعد ما نثبت المعادلة بتاعة اللوجيكال إيفورت هنشوف إزاي إن إحنا نستخدم اللوجيكال إيفورت دي في الحسابات بتاعتنا. فعشان نثبت المعادلة بتاعة اللوجيكال إيفورت هنيجي نفترض معانا ان في عندي 2 input NAND، وان ال 2 input NAND دي معمول لها sizing زي reference inverter، فال PMOS 2-2 وال NMOS 2-2 برضو نتيجة ان هما 2 series، ده لو reference inverter كان 1-2 يعني. اوكي طيب بنحسب الكاباستنس عند الدرين اللي هي نقطة الاوتبوت. فنقطة الاوتبوت زي ما انتم شايفين شايفة ترانزستور NMOS A بسايز 2، PMOS A بسايز 2، PMOS B بسايز 2، نجمع 2 و 2 و 2 يطلع لنا 6، فهي 6 drain capacitance، في حين ان في الريفرنس انفرتر بتاعنا كان الدرين كاباسيتنس بتاعتنا كان 1 و 2 يعني 3، وبالتالي الريشيو ما بين الدرين كاباسيتنس بتاعت الناند للدرين كاباسيتنس بتاعت الانفرتر هي 6 على 3. نفس الكلام لو حبيت احسب الجيت، طبعا الجيت كاباسيتنس بتتحسب ل 1 انبوت واحد بس، يا اما هتتحسب ل A يا اما هتتحسب ل B، في حالتنا هنا هما الاثنين زي بعض فمش فارقه. فلو خدنا ال A as an example فالسايز 2 واللي فوق سايز 2، ف 2 زائد 2 4، يبقى هي 4 جيت كاباستنس. بالنسبة للإنفرتر كان 1 و 2 فهي 3، يبقى الريشيو بتاعتي هي 4 على 3 سي جيت بتاعت الإنفرتر. والعلاقة بين الدرين كاباستنس والجيت كاباستنس زي ما خدناها زمان هي التكنولوجي بارامتر اللي كان اسمه الجاما، اللي قلنا غالبا بيكون بيساوي 1 في معظم التكنولوجيز. فدي كده مجرد بس علاقة ما بين الكاباستنس في الدرين في الإنفرتر للكاباستنس في التو إنبوت ناند جيت زي ما موجود عندنا. طيب نبدأ نحسب الديلي. فنقول إن البروباجيشن ديلي بتاع النانت هو الـ K اللي هي 0.69 في الـ R equivalent في الـ intrinsic capacitance زائد الـ load capacitance. لو افترضنا إن بره في هنا intrinsic capacitance، في قصدي load capacitance، يبقى الـ load capacitance زائد الـ intrinsic capacitance اللي هي الـ drain capacitance اللي احنا حسبناها فوق. طيب الكلام ده function في الـ W،
وبالتالي هنقول ان هي عباره عن سيرتن كي اللي هي 0.69 برضو في الار بتاعت اصغر حجم عندنا مضروب في ال ال على دبليو. مجرد بس بدل ما نكتب الار بالشكل ده كتبنا الار بدلاله الايه ال ال والدبليو عشان خاطر تبين لنا ان كل ما الدايمنشنز بتاعتي هتزيد كل ما الار بتاعتي هتقل، فبقت ار سكوير اللي هي قلنا المينيم سايز ريزيستنس مضروبه في ال ال على الايه على الدبليو، او سوري الريزيستنس بتاعت المينيم سايز ترانزستور مضروبه في ال ال على الدبليو عشان نعبر ازاي الكلام ده بيتغير. السي انترنال برضه هتبقى عباره عن السي دي ناند اللي فوق دي اللي هي بير يونت دبليو مضروبه في الدبليو زائد السي ال. حد عنده مشكله لغايه الخط السطر ده؟ يبقى انا دكتور كتبت معادله. اتفضل. هو ليه السي ناند بستة؟ ليه مش تمانية؟ يعني قلنا اتنين، يعني اتنين واتنين تحت واتنين فوق، ليه ما جمعناهمش كلهم؟ احنا بنشوف الكاباسيتنس اللي انت شايفها في الاوتبوت نود، وبالتالي الان موس بي ده مش ظاهر معايا في الاوتبوت نود، فالكاباسيتنس بتاعته مش ظاهر معايا في الاوتبوت نود، هي هتظهر في الانترنال نود كاباسيتنس مش هتظهر في الاوت. اوكي انا بحسب بس الكاباسيتنس اللي عند الاوتبوت نود. معلش تاني كده بس. انا بحسب الكاباسيتنس اللي عند الاوتبوت نود بس، ماشي؟ الاوتبوت نود ما بيظهرش فيها الترانزستور بي بتاع الان موس، بيظهر فيها الترانزستور اي بتاع الان موس واي وبي بتوع البي موس، لكن النقطه اللي في الاوتبوت دي ما بيظهرش فيها الايه، ما بيظهرش فيها كل الترانزستورز، يعني بيظهر فيها بس الحاجات اللي واصله بالاوتبوت، ده اللي بيحسب لنا الانترنسيك كاباسيتنس اللي هي موجوده عند الاوتبوت. الكاباسيتنس بتاعت الترانزستور ال ان موس بي دي ما بتظهرش غير في الايه الانترنال نود كاباسيتنس اللي هنا، الانترنال نود كاباسيتنس اللي ما بين الاي والبي ده الكاباسيتور بتاعها هيظهر فيها، which بالنسبه لنا احنا مهملينها دلوقتي، احنا هنا بنعتبر الديلي فانكشن في اللود كاباسيتنس بس مش فانكشن في حاجه ثانيه. اوكي ماشي ولا ايه؟ وانا مش مجمع برضه، انا شايف ال A وال B الاتنين واصلين برضه نفس التوصيلة، ف مش عارف صح. انا بتكلم على ان موس واصلين نفس التوصيله ازاي؟ لا مش ال N، اتكلم على ال B اللي فوق. طيب ما هي البي، ما البي معايا 2 زائد 2 زائد 2، البي معايا، انا بتكلم على ال N هي اللي مش معايا. اه في يعني كام؟ ال B بتاعت ال N هي اللي مش معايا. مش البي بتاع الكاباسيتنس بتاعت ال N موس ال B هي اللي مش معايا. اه تمام ده كده؟ خلاص. ده مش طيب. دلوقتي اللي احنا هنعمله ان احنا هن ال W اللي موجوده تحت دي هندخلها جوه، فطبعا ال W هتطير ال W ويبقى هنا عندي سي ال على W. اوكي وبعدين هضرب فوق وتحت في سي جيت ناند، ماشي؟ فبقى عندي هنا سي جيت ناند وهنا بقى عندي سي دي ناند على سي جيت ناند زائد سي ال على W سي جي ناند. اوكي طيب يبقى انا كده من السطر اللي هو الثاني للسطر الثالث، ماشي، دخلت الدبليو من القوس الاولاني في القوس الثاني وبعدين ضربت فوق وتحت في سي جي ناند فبقت المعادله بالشكل اللطيف. طبعا سي دي ناند على سي جي ناند لو قسمنا الاثنين دول على بعض هيطلع لك الريشيو هي 6 على 4 اللي هي 3 على 2. سي دي ناند على سي جي ناند هتبقى 3 على 2. اوكي وبعدين ال سي جي ناند اللي هنا هحطها بدلالة الانفرتر فهتبقى هتبقى سوري هحطها بدلالة السي جي، ماشي؟ يبقى هيبقى عندنا هنا ايه السي جي ناند هي 4 سي جي زي ما اتفقنا، ماشي، والسي دي ناند على السي جي ناند هتبقى عبارة عن التلاتة على 2 وبعد كده فيها سي دي على سي جي اللي هي جوم. يبقى السي جي ناند اللي في السطر الثالث نزلتها ب 4 سي جي والسي دي ناند على السي جي ناند نزلتها ب 3 على 2 ايه 3 على 2 جوم. طبعا السي ال على دبليو سي جي ناند لو انتوا فاكرين مع بعض سي ال دي معناها الكاباسيتنس اللي انا شايفه في الجيت اللي جاي ودبليو سي جي ناند دي الانبوت كاباسيتنس بتاعتي كنا عرفناها في الايه في محاضرات الانفرتر
لما اقول الاوتبوت كاباسيتنس على الانبوت كاباسيتنس، او الكاباسيتنس اللي انا شايفه من الجيت اللي بعدي على الانبوت كاباسيتنس بتاعتي، دي كنا عرفناها بايه؟ حد فاكر عرفناها بايه دي؟ الكاباسيتنس اللي انا شايفها على الانبوت كاباسيتنس بتاعتي دي كنا عرفناها بايه يا شباب؟ فان اوت. الفان اوت، اوكي. وبالتالي السي ال على الدبليو سي جي ناند دي هتتشال ويتحط مكانها اف، يبقى ده عندي 3 على 2 جاما زائد اف القوس ده. وبعد كده لو بصينا هنا كي في ار في ار سكوير في ال فور سي جي، ولو اخذنا افتكرنا مع بعض الديلي بتاع الانفرتر كان كي في الار سكوير في ال في 3 سي دي، ده كان الديلي بتاع الايه الانترنسيك ديلي بتاع الانفرتر، تمام؟ حيث ان المفروض كان في دبليو فوق ودبليو تحت صاروا مع بعض، فدي كده الريزيستنس مضروبه في الانترنسيك كاباسيتنس يعني. وبالتالي انا هشيل المعادله دي واحط مكانها تي بي نوت على ايه، على جاما، ويبقى عندي ده المعادله اللطيفه بتاعتي في الاخر، ان الديلي بتاع الناند جيت هو عباره عن تي بي نوت في 2 زائد 4 على 3 اف على جاما. يبقى كده قدرنا نريليت الديلي بتاع الايه الناند جيت بالديلي بتاع الانفرت. هنلاحظ ان هيطلع فيه ترم كده لوحده هو 2، والاثنين ده اصله جاي عن طريق ان انا قسمت السي دي ناند ماشي على السي دي انفرتر اللي هي 6 على 3 فطلعت 2. وبعد كده الترم مضروب في الاف على جاما، الترم ده عباره عن 4 على 3، وال4 على 3 ده جه من فين؟ ال4 على 3 جه من قسمه السي جي ناند على السي جي انفرتر اللي هي 4 على 3. فالاثنين دي هي 6 على 3 اللي فوق اللي هي الريشيو بتاعت الدرين كاباسيتنس لبعضيهم، وال4 على 3 دي هي الريشيو اللي فوق برده هي قسمه الجيت انفرتر على بعضيهم. فنكتب فدايما هنكتب معانا ان الديلي بتاع الكومبلكس جيتس يا شباب من هنا ورايح، ان الديلي بتاع اي كومبلكس جيت هيبقى عباره عن التي بي نوت اللي هو الانترنسيك ديلي بتاع الانفرتر مضروب في قوس، القوس ده فيه بي بلس جي اف على جاما، حيث البي من هنا ورايح حاجه هنسميها البارازيتيك ديلي ما هياش فانكشن في الدبليو، والجي حاجه هنسميها اللوجيكال ايفورت وبرده ما هياش الفانكشن في الدبليو. البارازيتيك ديلي جي عن طريق ان انا قسمت الديلي بتاع الدرين على سوري قسمت الكاباسيتنس بتاعت الدرين على الكاباسيتنس بتاعت الدرين بتاعت الريفرنس انفرتر، والجي عباره عن الكاباسيتنس بتاعت الجيت على الكاباسيتنس بتاعت الجيت بتاعت الريفرنس انفرتر. يبقى انا كاني بقارن الديلي بتاع الجيت بالديلي بتاع الانفرتر. فدي الكونكلوجن اللي احنا بنوصل لها، وبنحاول ان احنا نعرف حاجه اسمها بارازيتيك ديلي وحاجه اسمها لوجيكال ايفورت. اللوجيكال ايفورت الثاني هو ليه علاقه بالانبوت جيت كاباسيتنس، والبارازيتيك ديلي ليه علاقه بالاوتبوت درين كاباسيتنس. الريشيو بتاع الاوتبوت درين كاباسيتنس للريشيو بتاعه الاوتبوت درين كاباسيتنس بتاعه الانفرتر دي البارازيتيك ديلي، والريشيو بتاعه الانبوت جيت كاباسيتنس للانبوت جيت كاباسيتنس بتاعه الانفرتر دي اللي بنسميها اللوجيكال ايفورت. فده مجرد بس خطوات عملناها عشان نوصل للايه للفاينل كونكلوجن دي، او نوصل ان الديلي بتاعنا دايما هيبقى شكله بالمعادله اللطيفه دي. فتعالوا نبص مع بعض معناهم ايه او تعريفهم ايه يعني. فأي سؤال لغاية دلوقتي؟ ممكن مثلا تكون البي والجي بيبقوا القانون بتاعهم ايه؟ لا ما احنا يعني هو احنا هنركز في الكلام ده على طول يعني ماشي؟ يعني ايه؟ يعني نحسبها كذا مرة يعني، اوكي؟ تعالى بس الأول ايه؟ نحاول نطلع لهم معنا وبعد كده نحسب، اوكي؟ فالكونكلوجن اللي وصلناها بقى بما ان البي والجي دي هما ريفرنس هما ريشيو بالنسبه للريفرنس انفرتر، فاكيد البي والجي للريفرنس انفرتر هيبقوا بكام؟ واحد. تمام. وبالتالي هيطلع لنا الديلي بتاعنا، يعني نقدر نقول القانون ده جنرال، والديلي اللي هو النورمالايز ديلي لو قسمنا كل حاجه على تي بي نوت هيبقى عباره عن بي زائد جي في اف على جاما. لو حطينا البي بواحد والجي بواحد ده هيبقى اصغر رقم عندنا، فيطلع لنا ان الديلي بتاع السيموس انفرتر هو اصغر ديلي بالنسبه للسيموس فاميلي. طبعا احنا لما هناخد فاميليز ثانيه بعد كده ممكن نلاقي في فاميليز البي والجي اصغر من 1، لكن البي والجي بيساوي 1 للانفرتر، يبقى السيموس فاميلي كلها بما ان الانفرتر ده اصغر حاجه يبقى الانفرتر هو ليه اقل ايه اقل لوجيكال ايفورت واقل بارازيتيك ديلي، وبالتالي اقل ايه اقل نورمالايز ديلي. فالنورمالايز ديلي بتاعنا اللي هو تي بي جيت على تي بي نوت هيبقى بي زائد جي في اف على جاما. تاني حاجه ان احنا دايما هنفترض ان احنا بنثبت بن بن ان احنا لما بنضرب السايز في 2 او الكلام ده كله، يبقى احنا عندنا الايه الكاباسيتنس بنفترض ان ايه ان الكاباسيتنس هي اللي بتضرب في 2 مش الريزيستنس بتقسم في 2. ده مجرد كونفنشن يعني مش حاجه. الاصل بتاعي بتاع اللوجيكال ايفورت، الاصل بتاعي
ان احنا بنقسم الار في السي على الار في السي. خلي بالكوا احنا لما جينا عملنا الاثبات كنا بادئين من الاول ان احنا عاملين السايزنج بتاع الريزيستورز زي السايزنج بتاع الريزيستور في الريفرنس انفرتر. يعني كنا عملنا الاول عمليه السايزنج اللي درسناها الاسبوع اللي فات، ان انا عملت سايزنج للايه للترانزستورز اللي جوه الكيس بحيث ان يطلع لنا الاوفر رول، يطلع لنا ان الاوفر رول ديلي بتاعي او يطلع لنا الاوفر رول ريزيستنس زيها زي الريفرنس انفرتر. ده اللي احنا عملناه قبل ما ندخل نحسب اصلا. وبالتالي الار في الجيت هي هي الار في الانفرتر، وبالتالي ما حصل ما ظهرتليش الار في المعادلات وقسمت الكاباسيتورز بس. لكن اصل اللوجيكال ايفورت واصل البارازيتك ديلي ان انا بقسم الار في السي تايم كونستنت على ار في السي تايم كونستنت. يعني الاصل بتاعي هو ار في السي على الار في السي، الار والسي بتاعت الجيت على الار والسي بتاعت الانفرتر، نتيجه ان احنا عملنا سايزنج والار هي هي الار فطارت، فبقى عندي الريشيو بتاعت الكاباسيتنس بس. لكن لو ما كناش عاملين سايزنج يبقى في الحاله دي لازم تعمل ار في السي في الار في السي. فهنا بيقول لك ايه، يا اما تخلي الار متساويه وتقسم السيز، يا اما تخلي السيز متساويه وتقسم الارز، يا اما تقسم الار في السي في على الار في السي على طول. فاحنا عندنا لغايه دلوقتي احنا ما خدناش حاله غير ان الارات بتاعتنا متساويه، لان احنا دايما بنعمل سايزنج قبل ما بنبدا، وبالتالي عشان كده دايما مركزين ان اللوجيكال ايفورت والبارازيتك ديلي بيجوا بس عن طريق الايه، عن طريق الريشيو بتاعه الكابس، مش عن طريق اي حاجه تانية، مش عن طريق الايه الجنرال اكسبريشن اللي هو الايه الار في السي على الار في السي. حاجه كمان بيقول ان اللوجيكال ايفورت هنا انكريزز ويز جيت كومبلكسيتي، يعني كل ما الجيت هتبقى مور كومبلكس كل ما السايز بتاعتنا هتكبر معانا، كل ما اللوجيكال ايفورت هيبقى مور اكبر وهيبقى اكبر من الايه من الريفرنس انفرتر اكتر واكتر. يبقى كل ما الكومبلكسيتي بتاعه البوليان اكسبريشن بتزيد كل ما اللوجيكال ايفورت بيزيد، وده بيبان من معنى اسم كلمه لوجيكال ايفورت. ليه اسمه لوجيكال ايفورت؟ معناه ان انا ببذل مجهود اكتر كل ما تكون اللوجيكال فانكشن بتاعتي اكبر، او كل ما يكون اللوجيكال فانكشن بتاعتي مور كومبليكيتد كل ما هيبقى فيه ايفورت اكبر عشان نشحن ونفرغ الكابس اللي في الاوتبوت بتاعتي. اللوجيكال ايفورت كان هاف ديفرنت فاليوز فور ديفرنت انبوت. طبعا احنا في حالتنا في التو انبوت ناند كان السايز بتاع الاي زي السايز بتاع البي، وبالتالي ما كانش فيه اختلاف ما بين اللوجيكال ايفورت بتاع الاي واللوجيكال ايفورت بتاع بي. بس احنا شفنا مع بعض الاسبوع اللي فات ومتوقعين يعني ان ممكن يكون عندي سايز بتاعت الترانزستورز مختلفه جوه البول اب نتورك والبول داون نتورك، وبالتالي ممكن يكون اللوجيكال ايفورت بتاع وان انبوت مختلف عن اللوجيكال ايفورت بتاع انبوت تاني، وده معناه ان الانبوت ده هيكون الديلي بتاعه اكبر من الانبوت التاني وخلافه. يعني كل ما اللوجيكال ايفورت يزيد كل ما الديلي يزيد، يبقى معنى كده ان كل انبوت هيبقى له ديلي مختلف عن الانبوتس التاني. فاللوجيكال ايفورت مش ثابته للجيت، اللوجيكال ايفورت بتتحسب لكل انبوت للجيت مش للجيت كتوتال. الحاجه الوحيده اللي بتتحسب للجيت كتوتال هي البارازيتك ديلي مش اللوجيكال ايفورت، لان دي محسوبه عند الاوتبوت نود بتاعتي وانا ما عنديش غير اوتبوت نود واحده بس. يبقى اللوجيكال ايفورت بتختلف مع الانبوت والبارازيتك ديلي ثابته مع بتتحسب للجيت. عشان كده لما باجي اسالكم في المسائل بقول لكم ادوني ايه، ادوني البارازيتك ديلي بتاع الجيت واللوجيكال ايفورت بتاع ايتش انبوت مش بتاع الايه مش بتاع الجيت. يعني مفيش حاجه اسمها لوجيكال ايفورت للجيت، اللوجيكال ايفورت بتعرف لوان انبوت بس مش بتعرف للجيت ككل. اوكي، اي سؤال في السلايد دي؟ دكتور اتفضل. اول حاجه هو القانون دوت عام لكل الجيت صح؟ لاي جيت في السيموس فاميلي ليها القانون ده، عشان احنا استنتجناه من الناند، بس هو كده عام صح؟ مظبوطه. تاني حاجه ده معناه ان في نورمالايزد ديلي لكل انبوت عشان اللوجيكال انبوت هيختلف من كل واحد التاني. مظبوط. اي يعني الديلي بيختلف على حسب الانبوت. تمام، احنا اصلا متفقين على كده حتى قبل ما ندخل في اللوجيكال ايفورت. اوكي تمام دكتور. دكتور معلش. طيب تعالى اتفضل. هو ده معناه ان الديلي برضو مش هيعتمد على الـ على الدايمنشنز بتاعت ال ال الجيت. الدايمنشنز بتاعت الجيت هتظهر في الفان اوت. انها مش بتظهر في الديلي هنا. لا، ما هو الفان اوت موجود في الديلي. الاف. تمام. اوكي، زي الانفرتر كده كان الايفكت بتاع الدبليو كان بيظهر في الفان اوت برضه، وكنا بنقول هو الفان اوت هو اللي هيبين لنا الديلي بيزيد ولا بيقل صح. فهو نفس الفكره، احنا بس زودنا عليها اكسترا ايفورت جاي لنا نتيجه الكومبلكسيتي بتاعه الفانكشن. تمام، شكرا. طيب فتعالوا نحسب كده 2 input NAND، عملنا له reference inverter 1 to 2 فبقى 2 2 2 2. فعايزين نحسب الايه، عايزين نحسب اللوجيكال ايفورت، فنجمع 2 زائد 2 4، في حين ان هنا 1 زائد 2 3 يبقى 4 على 3. يبقى اللوجيكال ايفورت بتاع 2 input NAND 4 على 3. ف
طيب نور ده 1 و 2 يبقى دول الاثنين ان سيريز، يبقى ده هيبقى 4 و4 وتحت هيبقى 1 و1 زي ما هو، يبقى نجمع الانبوت كاباسيتنس يبقى 1 زائد 4 5، وهنا 1 زائد 2 3، يبقى اللوجيكال ايفورت بتاع النور تو انبوت نور 5 على 3. فطبعا يبان هنا ان اللوجيكال ايفورت بتاع التو انبوت نور اكبر من اللوجيكال ايفورت بتاع التو انبوت ناند، وبالتالي باي ديفولت احنا دايما بنفضل الناند على النور في السيموس فاميلي عشان الديلي بتاعها احسن والدرايفنج كابيليتي بتاعتها اعلى، وده بيان ان اللوجيكال ايفورت هنا اكبر من اللوجيكال ايفورت هنا. طيب لو خدنا الناند، لو حبينا نحسب البارازيتك ديلي، هنعمل ايه يا شباب؟ هنجمع الكاباسيتنس عند الاوتبوت نود، فالكاباسيتنس عند الاوتبوت نود تبقى ايه؟ 6 2 زائد 2 زائد 2 ب 6 على 3، يبقى يطلع البارازيتك ديلي هنا ب 2. طيب لو جيت بالنور البارازيتك ديلي هيبقى ايه؟ 6 برضه. هنجمع 4 زائد 1 زائد 1 ب 6 على ايه؟ على 3 ب 2، يبقى البارازيتك ديلي بتاع التو انبوت ناند بي ب 2، والبارازيتك ديلي بتاع التو انبوت نور برضه ب 2، يبقى البارازيتك ديلي بتساوي 2 و 2. طيب الرسمة اللي في سلايد 36 بترسم لنا النورماليز ديلي على الواي اكسس مع اللوجيكال ايفورت، قصدي سوري، مع الفان اوت او الالكتريكال ايفورت على الاكس اكس اللي هي الاف، ماشي؟ فطبعا بنقول ان الاف بيساوي 0، لما الاف بيساوي 0 ده معناه ايه يا جماعه؟ ان الاف بيساوي 0 معناه الاف بيساوي 0 معناه ان مفيش عندي اكسترنال لود، ان انا انلودد، معناه ان انا مش شايف غير الانترنسك ايه، الانترنسك لود بتاعي او ان الانترنسك ديلي، وبالتالي هيطلع لنا الانفرتر النورمالايز ديلي بتاعه بيساوي 1 في الحاله دي، بما ان الديلي بتاع الانفرتر لو فاكرين كان 1 زائد اف على جاما، لو افترضنا ان الجاما بواحد في المعادله يبقى 1 زائد اف، فلو الاف ب 0 يبقى الديلي بتاعي بيساوي 1، ويبقى ده كده الانترنسك ديلي بتاعي، كل حاجه هنا الديلي نورمالايزد للانترنسك ديلي بتاع الانفرتر، وبالتالي الانفرتر بادئ بواحد لما تكون الاف ب 0. اما بالنسبه للتو انبوت ناند فانا هبدا ب 2، ليه 2؟ 2 دي اللي هي البارازيتك ديلي بتاعتي، لان الديلي بتاع الانفرتر كان عباره عن ايه؟ احنا قلنا بي زائد الاف في الجاما، سوري، بي زائد الاف في جي، اوكي، جي دي اللوجيكال ايفورت والاف دي الفان اوت، والبي اللي هي الاثنين دي اللي هي الايه، البارازيتك ديلي بتاعي، وبالتالي لما كانت الاف بيساوي 0 فالكومبلكس بتاعت الجيت ادت لي ان في بارازيتك ديلي بيساوي 2، فطبعا ايه، يبقى نقطه التقاطع مع الواي اكسس هي هتبقى البي بتاعتك، البي بتاعت الانفرتر بواحد، البي بتاعت التو انبوت ناند ب2، البي بتاعت التو انبوت نور هتبقى ب2 برده، وهكذا. يبقى ده كده بالنسبه للايه، الواي انترسبت او التقاطع مع مع الواي اكسس هيبقى البارازيتك ديلي بتاعي. السلوب هو الايه، السلوب بتاعي هو اللوجيكال ايفورت، ليه؟ لان عندي هو ايه، اتفقنا هو بي زائد الجي في الاف، بي زائد الجي في الاف، وانا برسم مع الاف، بمعنى كده ان السلوب بتاع الخط ده هو اللوجيكال ايفورت. بالنسبه للانفرتر الايه، الجي بتاعتي ب1، وبالتالي السلوب بتاعي 1 او الخط ده 45 درجه، فهو بيزيد ايه ب1. بالنسبه للتو انبوت ناند هو 4 على 3 فبيزيد بسلوب اكبر شويه، لو كنا خدنا 2 انبوت نور كنا هنلاقيه بيزيد اكتر شويه نتيجه ان هو هيبقى 5 على 3. فده معناه ايه؟ معناه ان كل ما الاوتبوت كاباسيتنس بتاعتي بتزيد او الفان اوت بيزيد، معناه ان انا هبذل مجهود اكتر علشان اقدر اشحن الكاباسيتور ده في وجود كومبليكيتد جيت، ان كل ما الجيت تكون مور كومبلكس كل ما هيبقى اللوجيكال ايفورت بتاعها اكبر، وبالتالي هتضطر انك ايه، تاخد وقت اكتر عشان تقدر تشحن الاوتبوت كاباسيتنس، ده اللي بيبان ان السلوب بتاعي اكبر، فبالتالي باخد ايه، باخد ديلي اكتر. يعني الفرق ما بين الايه، النقطه الواي انترسبت دي والنقطه اللي فوق، هي دي هتبقى الايه، الايفورت ديلي اللي هي حاصل ضرب الجي في الاف. ايفورت ديلي ده حاصل ضرب الجي في الاف، حيث الجي هي اللوجيكال ايفورت والاف هي الالكتريكال ايفورت. واضحه الرسمه دي؟ في اي مشكله دكتور؟ هو احنا ليه بنحسب يعني في السلايد اللي فاتت حسبنا البارازيت ديلي بنفس الطريقه اللي احنا بنحسب بيها الانترنسك ديلي؟ هي البارازيتك ديلي هي الانترنسك ديلي، بس هي يعني البارازيتك ديلي هي عباره عن اسم، ان احنا بنقسم الانترنسك ديلي بتاعه الجيت على الانترنسك ديلي بتاعه الانفرتر. احنا تمام، احنا الانترنسك كاباسيتنس بتاعه الانفرتر
بتاعت الجيت سوري الانترنسك كاباسيتنس بتاعت الجيت وقسمتها على الانترنسك ديلي بتاع الانفرت ده البارازيتك ديلي. دي ريشيو ما بين الاثنين ما هياش كاباسيتنس, دي الريشيو ما بين الكاباسيتنس بتاعت الجيت على الكاباسيتنس بتاعت الانفرت. طيب اخر سلايد عندنا والباقي كله من 38 للاخر ده احنا هنعتبره مش معانا بقى هنلغيه يعني. اوكي في اخر سلايد معانا هي الجدول ده. الجدول ده بيورينا ازاي نقدر نحسب البارازيتك ديلي واللوجيكال ايفورت لجيتس كتيره مختلفه. ايه اللي موجود عندنا هنا؟ مديك اول حاجه نوع الجيت ومديك عدد الانبوتس. فالانفرتر اتفقنا ان الجي بتاعته ب1. بعد كده الناند مديك 2 انبوت ناند 3 انبوت ناند 4 انبوت ناند. طبعا ال2 انبوت ناند احنا شفناها مع بعض هي 4 على 3 و5 على 3. بيقول لك لو بقى 3 هتبقى 5 على 3 7 على 3, 4 هتبقى 6 على 3 6 على 3. في الاخر بيديك قانون عام لل الN input NAND والN input NOR, بيديك القانون العام للايه للوجيكال ايفورت بتاعتها بالشكل اللي قدامكم ده. وبعدين بالنسبه للX OR والX NOR قال لك التو انبوت اللوجيكال ايفورت بتاعتها 4 وال3 انبوت 12, ال4 32. فواضح ان الرقم بيزيد جدا بحيث ان هو ايه ما تعبش نفسه ان يجيب اللوجيكال ايفورت للخمسة انبوت او للجنرال ان, لانك انك تعمل اكس اور بالسيموس فاميلي مش احسن حاجه. السيموس فاميلي مش احسن حاجه نعمل بيها اكس اور واكس نور, لان المعادله بتاعتها بتبقى كبيره جدا وعدد الترانزستور فيها بيبقى كتير جدا. لو كنا درسنا مع بعض البي تي ال كنا بنلاقي ان البي تي ال او الفاميلي اللي كانت المفروض هناخدها يعني لغيناها يعني, دي بتخلي الاكس اور بتاعتنا ابسط شويه من ان احنا نعملها بالسيموس فاميلي يعني. فبالتالي هو ما فكرش انه يعمل اكس اور اكتر من 4 ايه من 4. في حاجه هنا بقى لطيفه بيقول لك ان المالتيبلكسرز لو انتوا واخدين كده مهما زاد عدد الايه عدد الانبوت اللوجيكال ايفورت بتاعه بيساوي 2. اوكي دي هنبص عليها كمان شويه, بس ايه لطيف هنا ان المالتيبلكسر بيقول لك ان الديلي بتاعه ما ايه ان اللوجيكال ايفورت بتاعه ما بيزيدش بقى الفان ان. اللي تحت ده البارازيتك ديلي. فالبارازيتك ديلي بتاع الانفرتر اللي هو بيساوي 1 يعني المفروض, فالانفرتر 1 الان انبوت ناند هيبقى ان في 1 ان يعني, الان انبوت نور هيبقى ان, وال2 انبوت اكس اور هيبقى ان في 2 تو ذا باور ان ماينس 1. اوكي الان واي مالتيبلكسر اللي هو نفس الكلام هنا, هتلاقي ان هو 2 في الان عدد البارازيتك ديلي بتاعنا 2 في الان. فده جدول بيبقى فيه كل الايه كل البارازيتك ديلي. طبعا الامتحانات قبل كده كانت اوبن بوك فالجدول ده بيبقى معاهم. طبعا متوقع المره دي يعني ان انا ايه هديكوا اخر حاجه اللي هي بدلاله الان دي اللي هي اللوجيكال ايفورت بتاعنا والبارازيتك ديلي الجنرال اكسبريشن اللي موجود هنا يعني ممكن اديه لكم يعني. اوكي طيب هنا بس عايزين نركز على الكلام المكتوب هنا ماشي. اول حاجه بيقول لك ان الاكس اور ده هو حاسبه ازاي؟ هو حاسبه باعتبار ان الاي والاي برايم او الاي والاي بار دول هم عباره عن انبوت واحد. تعالوا كده نفتكر مع بعض الاكس اور. كان حد فاكر معادله الاكس اور؟ اي بي كومبلمنت بلس بي كوم بلس اي كومبلمنت بي. تمام. احنا كنا بنقول في الاكس اور كنا بنقول ان الواي بتساوي اي بي بار زائد اي بار بي. تمام. فاحنا واقع الامر ان احنا عندنا اربعه انبوتس مش عندنا اثنين انبوتس, عندنا الاي والاي بار والبي والبي بار. فهو حاسب الجدول ده باعتبار ان الاي والاي بار دول انبوت واحد. خلاص يبقى هو اعتبر ان الاي والاي بار انبوت واحد والبي والبي بار انبوت واحد, وبالتالي حسب منهم الايه اللوجيكال ايفورت الموجود ده. فبيقول لك ايه الباندلد اي واي بار يبقى ده محسوب للاي والاي بار مع بعض. خلاص ده بالنسبه للكلام ده. تمام. تاني حاجه المالتيبلكسر بيقول لك از ا تراي ستيت انفرتر شورتد توجذر. فاحنا عندنا حاجه اسمها تراي ستيت انفرتر. الرسمة اللي أنا رسمتها قدامكم دي اسمها تراي ستيت انفرتر. ليه تراي ستيت انفرتر؟ كلمة تراي ستيت معناها إنها ليها ثلاث حالات. إحنا طول عمرنا متعودين على حالتين بس اللي هي الزيرو والون أو الإيه اللو والهاي. بس طبعا كلكم بدأتوا تشتغلوا في الفيري لوج أو في الفي تي ال وعارفين إن في ستيتس أكتر من الهاي واللو. في عندنا الهاي امبيدنس وفي عندنا الأنديفايند وفي الكلام ده كله.
فاحنا التراي ستيت معناها ان هي ليها الاوتبوت ممكن يكون زيرو، ممكن يكون هاي، وليه ستيت ثالثه اللي هي هاي امبيدنس ان ممكن يكون الاوتبوت فلوتنج. فده بيحصل ازاي؟ بيحصل لو بصينا على الرسمه دي، لو الاس بتساوي صفر، لو الاس بتساوي صفر يبقى الان موس اللي عليه اس ده هيكون اوف، والبي موس اللي عليه اس برايم اس بار ده هيكون اوف، وبالتالي الاوتبوت هيبقى فلوتنج هاي امبيدنس. ماشي، كان الايه، كان الانفرتر از دي اكتيفيتد، فده بنسميه تراي ستيت انفرتر. لو الاس ب1 هيبقى الان موس والبي موس اللي عليهم الاس دول هيكونوا شورت سيركت، فده هيشتغل كانفرتر عادي. لو الاس ب0 يبقى ده مش ايه، ده مش هيشتغل. اوكي، فده بنسميه تراي ستيت انفرتر. فهو بيقول لك ان المالتيبلكسر بيتعمل عن طريق ان احنا بنوصل الاثنين تراي ستيت بنوصل تراي ستيت انفرترز مع بعض. يعني ايه؟ اروح جاي كده عامل واحد تاني هنا، لو هنقلب بقى ندخل على ده اس وندخل على ده اس برايم اس بار، اوكي، ويبقى ده كده يعمل لي ايه؟ يعمل لي 2 انبوت مالتيبلكسر. والله لو حطينا الاس ب0 يبقى البي هي اللي هتخرج، ولو حطينا الاس ب1 يبقى الاي هي اللي هتخرج. طبعا تخرج inverted يعني، بس في الاخر الايه الاي هي اللي هتعدي او البي هي اللي هتعدي على حسب الاس بتاعتنا بكام. وبالتالي لو انا كان الريفرنس انفرتر بتاعي 1 2 2 يبقى ده 2 2 2 4 4 سوري، وده 2 2 4 4. فلو قلت لكم احسبوا لي اللوجيكال ايفورت بتاع الاي يبقى كام اللوجيكال ايفورت بتاع الاي؟ بنحسب اللوجيكال ايفورت ازاي يا شباب؟ يبقى ب 2 نعم؟ حد بيتكلم ولا ايه؟ هيبقى ب 2؟ اه، هناخد 2 زائد 4 ب 6 ونقسمها على 1 زائد 2 ب 3 يبقى 6 على 3 ب 2. طب وبتاعت بي برضو 2 زائد 4 ب 6 3 ب 2، فاللوجيكال ايفورت بتاعي بيساوي 2. اوكي؟ زي ما كان مكتوب هنا ان التو انبوت ايه؟ ان التو انبوت مالتيبلكسر اللوجيكال ايفورت بتاعه بيساوي 2. طب والبارازيتك ديلي؟ البارازيتك ديلي هاجي عند الاوتبوت بتاعي اشوف في عندي كام ترانزستور، فيطلع عندي في 2 وفي 4 وفي 2 وفي 4، يبقى 6 زائد 6 12. 12 نقسمها على الاثنين الثلاثة بتاعه الانفرتر يبقى يطلع 4، وده اللي خلاه يقول لك هنا ان هي عباره عن 2 ان ان بتاعتي ب2 عشان هو 2 انبوت نضربها في 2 يبقى 4، فالبارازيتك ديلي ب4 واللوجيكال ايفورت بتاعي ب2. طيب لو انا عايز ادخل معايا انبوت كمان، هو اللي بيقوله لك بقى ان الانبوت كمان هيتم عن طريق ان انا اروح جاي اخد الاوتبوت دي مدخله على انذر تراي ستيت انفرتر ونسمي ده سي مثلا. بس في الحاله دي بدل ما ايه، بدل ما هكنترول 1 سيجنال واحده هكنترول ب2 سيجنال مثلا، ايه دي هتبقى اس 0 اروح حاطط معاها اس 1 ماشي، ونبدا بقى نعمل ايه، ونبدا نعمل ديكودنج. يعني مثلا نقول ان اللي فوق ده هيبقى سيلكتد مثلا عند 0 0 والتاني هيبقى سيلكتد عند 0 1 والتالت هيبقى سيلكتد عند ايه، عند 1 و0، وممكن ندخل واحد رابع كمان يبقى سيلكتد عند 1 1. اوكي، فاحنا اللي بنعمله عشان خاطر نشغل المالتيبلكسر ان انا بروح مزود الايه، مزود ديكودر قبل الجيت بتاعتي عشان تختار سيلكت ده ولا سيلكت ده ولا سيلكت ده ولا سيلكت ده. بس خلاصه القول ايه، ان مهما زودت عدد الترانزستورز او مهما زودت عدد الفان ان بتاعك، مهما زودت الانبوتس، هيطلع لك اللوجيكال ايفورت بتاع اي انبوت بتزوده هو هو، ما اختلفش، لان انت عمال تزود ايه تراي ستيت انفرترز ان بارلل، فبيفضل الانبوت بتاعك اللوجيكال ايفورت بتاعك بيفضل 2 2 2 2 زي ما كان موجود في الجدول. مهما زاد عدد الفان ان اللوجيكال ايفورت بتاعي 2 ما بيتغيرش، بس البارازيتك ديلي هو اللي بيزيد، لان انا هنا ايه كل ستيج بزودها 6 بتزود 6 6 6 ماشي، و6 على 3 بتساوي ايه 2، يبقى انا بزود 2 في البارازيتك ديلي، عشان كده طلع المعادله بتاعه البارازيتك ديلي بتاعتي هي 2 في الان.
يبقى الان بواحد هيطلع بارازيتك ديلي باتنين، الان باتنين هيطلع بارازيتك ديلي باربعه، الان بثلاثه هيطلع بارازيتك ديلي بسته وهكذا. اوكي اي سؤال دكتور؟ هو كده مثلا الفان اوت بكام؟ الفان اوت ما هو الفان اوت انا ما رسمتش لود عشان احسب فان اوت. لو في لود هيبقى الفان اوت، بنحسب الانبوت كاباسيتنس على الانبوت كاباسيتنس بتاع اي واحد فيهم، تمام؟ لكن في اللي انا رسمه ده، ده مش لود، ده لسه ان لود صح، وبالتالي الفان اوت بصفر. طب هو كده مثلا لو في مثلا تو اند جيتس ورا بعض، في واحده هتبقى لود على الثانيه صح؟ مظبوط. هل كل واحده بيبقى ليها ريفرنس انفرتر مختلف ولا هو نفس الريفرنس انفرتر؟ نفس الريفرنس انفرتر. طب ما هو كده هيبقوا الاثنين نفس السايز، يبقى الاثنين نفس الفان اوت صح ولا غلط؟ لا مش مظبوط. مين قال ان احنا يعني احنا لو حطيت اثنين انفرترز على بعض، مين قال ان انا لازم احط الاثنين انفرترز قد بعض؟ وانا بعد ما بعمل اللوجيكال ايفورت، انا بعمل سايزنج، بعد كده انا اكبر بتاع ده كله واصغره، ماشي؟ يعني اللي احنا عاملينه ده، دي الريشيو ويز ريسبكت تو ذا ريفرنس انفرتر، بس ما حدش قال ان انا بخلي ان الريزيستنس بتاعتي هي بتاعت الريفرنس انفرتر. انا ممكن اخليه اصغر منه. يعني احنا كان في الدبليو عادي صح؟ تمام. هو طب هو كده مش لو انا اتحكمت في الدبليو برضه اغير كاباستنس صح ولا الار بس ولا اتغير؟ اتغير الكاباست صح، بس ده هيظهر في الاف بقى، مش هيظهر في اللوجيكال اف. ماشي، يعني ده يظهر في الاف. انت عندك الديلي بتاعك، هو اتفقنا هو بي زائد جي في الاف. البي والجي دول اندبندنت على الدبليو، دول بس بيعتمدوا على اللوجيكال كومبلكسيتي بتاعت الفانكشن بتاعتك، فدي بغض النظر عن السايزنج. وبعد كده السايزنج بيجي بعد كده في الاف، ان انت عمال تكبرهم وتصغرهم ويز ريسبكت تو ايتش اذر. تمام اوكي تمام. طيب هو المفروض يعني ان كان الحاجات اللي بعد كده بقى كنا بنبدا نستخدم التول بتاعت اللوجيكال ايفورت دي، ان احنا نعمل تشين اوف جيتس زي ما عملنا التشين اوف انفرترز، يعني زي ما عملنا التشين اوف انفرتر نعمل تشين اوف جيتس ونبدا نعمل لهم سايزنج اكوردنجلي يعني. بس خلاص بقى ان ايه، ما عندناش وقت ان احنا ان ايه ندرس الموضوع ده، عندنا حاجات تانية اهم. اوكي تعالوا ناخد بريك 10 دقايق ونتقابل الساعه 9:10. نتقابل 9:10 يا شباب. بقية السلايدز اعتبروها انها ملغية يعني.
طيب يا جماعه المفروض التوبيك اللي بعد كده عندنا بنتكلم عن حاجه اسمها الدايناميك كومباينيشنال لوجيك. احنا كنا خدنا مع بعض الاستاتيك كومباينيشنال لوجيك، دلوقتي عايزين ناخد الدايناميك كومباينيشنال لوجيك. عايزين نعرف الفرق بينه وبين الاستاتيك ايه، وازاي ان احنا نعمله ديزاين، وايه الايشوز الموجوده فيه، وازاي نعمل لهم كاسكيدنج في الاخر. فالفكره الاساسيه بس ان احنا عايزين نفتكر مع بعض ان احنا كنا بنقول ان الاستاتيك جيت از استاتيك نتيجه سببين. بنقول اول حاجه ان لازم يكون الاوتبوت واصل بالسبلاي او بالجراوند عن طريق ريزيستنس صغيره، وان الاوتبوت يكون بيساوي البوليان اكسبريشن في الانبوت في كل اللحظات. ده كان السببين بتاع الاستاتيك، وبنقول ان دول كانوا بيحصل لهم فايليشن لما ندرس الدايناميك. وده واقع الامر هنا ان احنا في الدايناميك هنلاقي ان احنا بنعتمد اصلا على temporary storage of charge على الكاباستور، بنخزن البوليان اكسبريشن بتاعنا على الكاباستور، وبعد كده بنسيب الكاباستور ده فلوتنج. وبالتالي مش دايما هنلاقي الاوتبوت واصل بسبلاي او جراوند، مش دايما هنلاقيه يوصل بالسبلاي او جراوند عن طريق ريزيستنس صغيره زي في الاستاتيك. وكمان هنلاقي ان في بعض الوقت عندنا بيكون الاوتبوت بتاعنا عباره عن بري تشارج او بيساوي في دي، بغض النظر اذا كنت انا بعمل اند او ناند او نور او واتيفر، هنلاقي ان الاوتبوت بيساوي هاي في نص الزمن بتاعنا. وبالتالي التو كونديشنز بتوع الاستاتيك هيحصل لهم فايليشن في الدايناميك. هنا هو بيتكلم في السلايد دي ان احنا في الاستاتيك كان في كل لحظه من الزمن ما عدا في لحظات السويتشنج بس، كان الاوتبوت بيبقى مواصل بالجراوند والفي دي دي عن طريق اللو ريزيستنس باس، وكنت بحتاج عدد ترانزستورز 2 ان فور فان ان اوف ان. ده لو انا شغال في السي موس فاميلي ان تايب وان بي تايب. اما هنا في الدايناميك فاحنا هنعتمد على تمبرري ستورج اوف سيجنال فاليوز اون ذا كاباسيتنس اوف هاي امبيدنس نود، وبحتاج ان بلس 2 ترانزستور. يبقى احنا عندنا الستاتيك سي موس بيحتاج 2 ان ترانزستورز، الدايناميك سي موس بيحتاج ان بلس 2 ترانزستورز. وبالتالي فور ان بيساوي 2 او اكتر هيبقى عدد الترانزستورز في الدايناميك اقل من الاستاتيك. طيب هي الفكره كلها يا جماعه، لو انتوا فاكرين لما جينا درسنا مع بعض الاستاتيك جيتس لاحظنا ان في some kind of redundancy، يعني في حاجه كده متكرره، ان البي موس اصلا احنا اتفقنا ان احنا ممكن نرسم الجيت عن طريق الان موس بس، والبي موس مجرد بس هنرسم الدول نتورك بتاعتنا، ان احنا كل بارل هنحطه سيريز وكل سيريز هنحطه بارل. فكان البي موس تحسوا ان احنا بنكرر حاجه تاني موجوده في الايه، موجوده في الان موس. وده فعلا اللي لاحظناه في بعض الفاميليز اللي خدناها في الشتات مثلا او في المسائل، زي ما لما شلنا البول اب نتورك كلها وحطينا مكانها ريزيستور مثلا، او شلنا البول اب نتورك كلها وحطينا مكانها اولويز اون ترانزستور. فدي الفكره كلها بتقول ايه، ان انا مش محتاج النتورك الكبيره دي كلها علشان اطلع الاوتبوت هاي، طالما انا عارف امتى الاوتبوت بيبقى بيساوي لو عن طريق البول داون نتورك. فمثلا الفكره ان انا كنت اشيل البول اب نتورك واحط مكانها ريزيستور، الفكره كانت في ايه، ان الريزيستور ده هيخلي لي الاوتبوت بتاعي دايما هاي از لونج از ان البول داون نتورك مقفوله. اول ما البول داون نتورك تشتغل هتتخانق مع الريزيستور وتنزل لي الاوتبوت لو. فهنا انا اعتمدت في موضوع الريزيستور ده اني شلت البول اب نتورك كامله، واعتمدت ان ايه، ان البول داون نتورك قادره انها تنزل الاوتبوت بصفر، لو ما نزلتش بصفر الريزيستور هيقوم بالدور. نفس الفكره دي عايزين نعملها في الدايناميك جيتس، ان انا بقول ايه، ان انا هيبقى عندي بول داون نتورك بس هي اللي موجوده، وبالتالي عندي القدره ان انا انزل الاوتبوت لزيرو. طيب والاوتبوت الهاي هيجي من فين بقى، في الاستاتيك كنا بنحط بول اب نتورك، او كنا بنحط ريزيستور، او بنحط اولويز اون ترانزستور. اللي احنا هنعمله هنا ان احنا هنقسم الزمن نصين، واخلي نص الزمن بتاعي دايما هشحن الاوتبوت بتاعي الهاي، دايما هروح جاي شاحن الاوتبوت بتاعي الهاي، بحيث ان الديفولت بتاع الاوتبوت ان هو يبقى هاي، وبعد كده اخلي نص الزمن الثاني اشغل البول داون نتورك واقول لها يا بول داون نتورك لو انت قادره تنزلي الهاي لصفر اتفضلي، لو مش قادره تنزلي الهاي لصفر يبقى هيفضل ايه، هيفضل الاوتبوت هاي زي ما هو. يبقى انا باجي بعمل حاجه اسمها بري تشارج للاوتبوت، ببري تشارج الاوتبوت لفي دي دي، وبعد كده اسيب الايه، اقفل البري تشارجنج نتورك، واروح مدخل الايه، البول داون نتورك تشتغل. والله البول داون نتورك عرفت تديسشارج الاوتبوت خير وبركه، يبقى كده الاوتبوت بتاعي لو. ما عرفتش الديسشارج الاوتبوت، يبقى معنى كده ان الاوتبوت بتاعي كان المفروض يطلع هاي، وانا كنت اوريدي عامله هاي، فهيفضل هاي زي ما هو. اوكي، فتعالوا نبص مع بعض كده. انا هاخد البول داون نتورك العاديه بتاعتي، هحط فيها ترانزستور من فوق وترانزستور من تحت. ترانزستور من فوق اللي هو ام بي ده هيبقى اسمه البري تشارج ترانزستور، والترانزستور اللي تحت اللي هو الام اي ده هيبقى اسمه الايفالويشن ترانزستور، والاثنين هدخل عليهم كلوك. والله لو كلوك بزيرو يبقى البي موس اللي شغال والان موس مقفول
يبقى ده البري تشارج فيز. لو الكلوك بيساوي واحد يبقى عندي الايفالويشن ترانزستور هو الاون والبري تشارج ترانزستور هو الـ هو الـ هو الـ هو الاوف، وبالتالي يبقى الكول داون نتورك هي اللي ايه هي اللي شغال، وده بنسميه الايفالويشن فيز. فليتس تراي. لو حطينا كلوك بيساوي زيرو باللون الازرق، كلوك بيساوي زيرو يبقى الراجل ده شغال والراجل ده اوف، يبقى النتورك دي كلها مقطوعه، والبي موس هيبقى اون هيشحن لي الاوتبوت ل في دي دي، يبقى الاوتبوت بتاعي بقى بيساوي 1 في طول ما الكلوك بزيرو، طول ما الاوتبوت بيساوي 1 بغض النظر عن اللوجيك اكسبريشن ايه، بغض النظر عن البوليان الجبرا ايه، الاوتبوت بيساوي 1 لنص الزمن بتاعي، نص الزمن بتاعي او طول ما الكلوك بتاعي بيساوي 0، طول ما الايه ما الاوتبوت بتاعي بيساوي هاي بغض النظر عن اللوجيك فانكشن. تمام، ده اللي بنسميه البري تشارج فيز، الاوتبوت از بري تشارج. وبعد كده لما نحط الكلوك بيساوي 1 هيبقى الايفالويشن ترانزستور هو الاون، هيبقى شورت سيركت، الراجل ده هيبقى اوف هيخرج من الصوره. تمام، ويبدا الراجل ده ييفالويت. تمام، يبقى كده في الحاله دي بقت نفس الفكره القديمه بتاعتنا، البول داون نتورك هيشتغل، تطلع الفانكشن ايه يا شباب، ايه الفانكشن بتاع الشكل ده؟ اي بي اند اور مع سي، اي بي اند اور سي كل بار. صح، كل بار اللي هي الفانكشن دي ما تنساش البار بس لانها انت انفرتنج لوجيك. اوكي، يبقى اي بي بلس سي بار. يبقى امتى الاوتبوت هيطلع اللوجيك اكسبريشن بتاعي؟ الاوتبوت هيطلع اللوجيك اكسبريشن بتاعي لما الكلوك بتكون بتساوي 1 او في الايفالويشن فيز. فانا عندي وقت الاوتبوت ملوش علاقه باللوجيك اكسبريشن بنسميه البري تشارج فيز، وقت الاوتبوت هو الايه اللوجيك اكسبريشن بنسميه الايفالويشن فيز بتاعتي. يبقى ده الشكل اللي قدام. وبالتالي يبقى انا اديزاين الجيت دي ازاي؟ بنفس الطريقه، نفس الطريقه اللي كنت بديزاين بيها السيموس فاميلي، هاخد نفس البول داون نتورك اللي هناك وراح مزود عليها ايفالويشن ترانزستور من تحت وبري تشارج ترانزستور من فوق، ويبقى ده كده ايه البول مصطفى. طبعا نلاحظ بقى ايه، ان في البري تشارج فيز انا واصل بالفي دي دي عن طريق الترانزستور ده، في الايفالويشن فيز لو انا بقى ايفالويت لي زيرو هبقى واصل بالجراوند عن طريق الايه البول داون نتورك، لكن لو انا بقى ايفالويت لهاي، لو كان الايه لو كان الاي بصفر والسي بصفر، يبقى البرانش ده مقطوع والبرانش ده مقطوع، وبما اني في الايفالويشن فيز فالبي موس مقطوع، يبقى انا في الحاله دي كنت هعتمد على الكاباستور ان هو فلوتنج، الكاباستور فلوتنج ومحتفظ بالتشارجز اللي خدها في البري تشارج فيز. يبقى في الحاله دي لما الاوتبوت بتاعنا بيطلع هاي في الدايناميك جيتس بيبقى معتبر على معتمد على بري تشارجنج للكاباستور، بيعتمد على تمبرري ستورج اوف تشارج اون كاب. يبقى كده الكاباستور بري تشارجد وسبناه فلوتنج، يبقى دي في الحاله دي ما فيش عندي لو ريزيستنس باس ما بين الاوتبوت والسبلاي او ما بين الاوتبوت والجراوند، انا عندي كاباستور طاير في الهواء كده مشحون بالفاليو القديمه اللي خدها في البري تشارج. اوكي، فالديزاين بتاعها سهل. اوكي، وزيه زي الايه الثاني. طبعا الفرق بس هنا ان انا ايه ان انا زودت بول ايفالويشن ترانزستور وبري تشارج ترانزستور. طب ايه لازمه الايفالويشن ترانزستور؟ البري تشارج احنا عارفينه، ايه لازمه الايفالويشن؟ ليه حاطين evaluation transistor يا شباب؟ عشان لو مش موجود تقريبا هيقرأ الجراوند على طول. عشان لو ايه؟ لو مش موجود هيقرأ الجراوند على طول. طب وايه المشكلة لما نبقى الجراوند على طول؟ مش هنطلع output، يعني هيبقى على طول output zero. ليه؟ طب احنا العادي بتاعنا ان الجراوند هنا موجود في الـ في الـ في السيموس كامل. الفكره يا جماعه ان الترانزستور ده محطوط علشان وانا بعمل بري تشارج اقطع السكه اللي تحت دي، لان ممكن اكون وانا بعمل بري تشارج تكون الاي ب1 والبي ب1 والسي ب1، وبالتالي ده كله هيكون موصل للاوتبوت جراوند. تمام، فلو انا عايز اعمل بري تشارج والراجل ده شغال ات ذا سيم تايم، يبقى ممكن يكون عندي فايت ما بين البي موس اللي عايز يتشارج وما بين البول داون نتورك اللي عايز تنزله للصفر، وبالتالي علشان اضمن ان انا بعمل فول بري تشارج لازم احط الايفالويشن ترانزستور ده، بحيث ان في لحظه البري تشارج البرانش ده يكون مقطوع. ماشي، وفي الحاله دي البي موس بس هو المسؤول عن الاوتبوت يعمل له ايه، يعمل بري تشارجنج معايا. اوكي، يبقى الايفالويشن ترانزستور محطوط علشان اثناء البري تشارج لازم اقطع الايه البول داون نتورك عشان اضمن ان انا بقدر فعلا اشحن الاوتبوت كاباسيتنس لفي دي دي، والا في الحاله دي هيبقى في عندي فايت وابقى محتاج اعمل سايزنج واعمل مشاكل كتير عشان اقدر الدنيا دي ايه تشتغل يعني. طيب طبعا نخلي بالنا بقى
ان ظهر عندي كونديشن جديد كده. الكونديشن انا بقيت ببص على الاوتبوت في الايفالويشن فيز بس، ما حدش هنا يبص على الاوتبوت في البري تشارج فيز، لان في البري تشارج فيز كده كده الاوتبوت هيساوي ايه، هيساوي هاي بغض النظر عن الانبوت ايه. وبالتالي انا امتى المهم بالنسبه لي الاوتبوت؟ الاوتبوت بتاعي مهم لما اكون في الايفالويشن فيز بس، هي ده اللي بنبص على الاوتبوت. ده اول حاجه. تاني حاجه ان في الايفالويشن فيز لو حضرتك غيرت الانبوت بحيث انها عملت لك ديسشارج للاوتبوت، يو دونت هاف، ما عندكش الاوبشن او ما فيش الامكانيه ان انت تطلعه هاي تاني. يعني ما ينفعش ايه تفضل تغير الانبوتس والاوتبوتس في اثناء الايفالويشن فيز معتبر ان الاوتبوت هينزل صفر ويطلع هاي وينزل صفر ويطلع هاي. الكلام ده مش هيحصل، لان انت الايفالويشن فيز معتمد على بول داون نتورك بس، وبالتالي ما تقدرش غير تنزل الاوتبوت لصفر. فالاوتبوت ما هينزل لصفر وما تقدرش تطلعه الهاي تاني الا لما تدخل في سايكل جديد. اوكي، وبالتالي احنا بنسمح انبوتس تو ذا جيت كان ميك ات موست وان ترانزيشن ديورينج ايفالويشن. يبقى في الاثناء الايفالويشن انت بتغير الانبوت مره واحده بس، لان هو لو نزل لو مش هيقدر يطلع هاي تاني. فاحنا مش ما فيش تغيير للانبوتس وما فيش قرايه للاوتبوتس غير مره واحده كل ايفالويشن سايكل. ماشي، كل ايفالويشن ايه سايكل بنحسب الاوتبوت بتاعك. اوكي، يبقى انت بتغير الانبوت في الكلوك سايكل وبتقرا الاوتبوت في البري تشارج في الايفالويشن فيز، وبعد كده تغير تاني في الكلوك سايكل بعديها وتقرا في الايفالويشن فيز برضه. يبقى مره واحده بس تغيير، لان ما عندناش غير وان دايركشن اوف ايه اوف تشينج بس اللي موجود عندنا. اي سؤال في السلايد دي؟ طيب جميل، تعالوا بقى نبص على البروبرتيز بتاعتنا وامتى بنروح بنروح للجيتس اللطيفه دي. اوكي، اول بروبرتي عندنا ان اتفقنا ان عدد الترانزستورز اللي محتاجينه هو n بلس 2 مقارنه بالاثنين n اللي كان موجود في الاستاتيك سي موس فام. الترانزستورز اللي انا محتاجها دلوقتي هي n بلس 2 مش 2n. فطبعا n بلس 2 مش 2n دي تخللنا ان عدد الترانزستورز هنا اقل من الترانزستورز الثاني في حاله ان الام بيساوي 2 او اكتر. طيب تاني كاركترستيك ان هو فول سوينج اوتبوت، يعني لسه الفي اوتبوت لو بتاعنا بيساوي جراوند والفي اوتبوت هاي بيساوي في دي دي. ده مقارنه بالحالات اللي خدناها في الشيت لما كنا بنشيل البول اب نتورك ونحط ريزيستور او نحط اولويز اون ترانزستور، كان الفي اوتبوت هاي والفي اوتبوت لو ممكن يتاثروا معانا. لكن هنا نتيجه ان انا بعتمد على بري تشارج في تايم وايفالويشن في تايم تاني، فانا لسه الفي او ال بتاعي جراوند ولسه الفي او اتش بتاعي في دي دي، يعني لسه الجيتس بتاعتي ريل تو ريل زيها زي الاستاتيك سي موس فام. فاميلي كانت ريل تو ريل برضه ريل تو ريل. اوكي، فالاثنين بتوعنا ايه، فالفاميلي بتاعتنا از ستيل ايه، از ستيل ريل تو ريل. الحاجه الثانيه، سامعيني يا شباب؟ تمام سامعينك يا دكتور. تمام، الحاجه الثالثه برضو ان هو ستيل نون ريشود. نون ريشود يعني ايه؟ يعني هو ما بيتاثرش بالسايزنج. يعني زي ما خدنا في السيموس فاميلي قلنا انها نون ريشود، يعني اي سايزنج حضرتك هتحطه الدايره هتبرفورم الفانكشناليتي بتاعتها مظبوط. نفس الكلام هنا، ان اي سايز حضرتك هتحطه الفانكشناليتي هتبقى مظبوطه. الفرق بس هيعتمد على الايه، على الـ على الديلي بتاعك والنويز مارجن والريزيستنس والكلام ده كله. لكن اي سايز حضرتك هتحطه، بما ان عمر ما في فايت ما بين الان موس والبي موس، يبقى في الحاله دي ات از ايه، في الحاله دي اي ات از ريشيو ريشيو ليس زي ما هي. اوكي، يبقى ده ان ريشيد، ان ريشيد فاميلي زيها زي الستاتيك سي موس. اوكي، الحاجه اللي بعد كده هي السبب الرئيسي ان احنا بنروح فيه للدايناميك جيتس، ان هي بنقول انها ايه، اسرع من الاستاتيك جيتس. الدايناميك جيتس ان جنرال اسرع من الاستاتيك جيتس. ليه؟ في ثلاث اسباب مذكورين عندنا هنا. اول حاجه ان ريديوسد لود كاباسيتنس ديو تو لوور انبوت كاباسيتنس، ان الانبوت كاباسيتنس اقل من الاوتبوت كاباسيتنس. تفتكروا ليه الانبوت كاباسيتنس اقل من الاوتبوت سوري ان الانبوت كاباسيتنس للدايناميك جيت اقل من الانبوت كاباسيتنس الانبوت كاباسيتنس اقل من الاستاتيك سي موس؟ ليه يا شباب؟ عشان كل الانبوتس. نعم، الانبوتس فوق قلت يعني. تمام، ان انا كنت زمان بدخل على واحد ان موس واحد بي موس، دلوقتي بقيت بدخل على ان موس بس، وبالتالي الانبوت كاباسيتنس بتاعي اصغر من الايه،
من السيموس فاميلي. جميل. طيب الاوتبوت كاباسيتنس اصغر من السيموس فاميلي، اشمعنى؟ نفس الكلام، انا كنت الاول بدخل على بول اب نتورك، البول اب نتورك دي ممكن يكون فيه عدد ترانزستورز كتير ان بارلل، لكن هنا بدخل على واحد بي موس ترانزستور واحد بس، وغالبا بيكون مينيمم سايز كمان، وبالتالي يبقى الاوفر رول اوتبوت كاباسيتنس اقل برضو من الستاتيك، من الستاتيك فام. يبقى الانبوت كاباسيتنس اقل نتيجه عدد الانبوتس قلت، والاوتبوت كاباسيتنس اقل نتيجه عدد الترانزستور اقل، فانا عندي انبوت كاباسيتنس صغير واوتبوت كاباسيتنس صغير مقارنه بالستاتيك سيموس فام. في سبب ثالث مكتوب هنا برضو بيقول ان مفيش شورت سيركت كارنت. ايه الشورت سيركت كارنت ده يا شباب؟ وده لما كان الاثنين بيبقوا اون مثلا، فكرنت اللي بيمشي ساعتها. تمام، كان في لحظات الترانزينت كان بيحصل ان الاثنين ترانزستورز بيفتحوا مع بعض، وكان بيبقى في عندي كرنت ماشي ما بين البي موس والان موس من السبلاي للجراوند. ده معناه ايه؟ ان في اللحظات دي الان موس اللي موجود تحت ده كان الكرنت اللي ماشي فيه، بدل ما هو كان بيستخدم الكرنت بتاعه كله ان هو يديسشارج الاوتبوت، كان شويه منه بيحتاج ان هو يسبورت الكرنت اللي ماشي في البي موس، وبالتالي مش كل الكرنت بتاع الان موس كان بيستخدم انه يفرغ الايه الكاباستور مثلا. تمام، وبالتالي الشورت سيركت كارنت ده وجوده بيخلي الديلي بتاعك اطول شويه نتيجه ان انت محتاج تسبورت الشورت سيركت كارنت ده. فاحنا اللي بنقوله ان في البول اب نتورك او في الـ في الـ في الدايناميك جيتس احنا ما عندناش الشورت سيركت كارنت ده. ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا عندي نص الوقت شغال بي موس ونص الوقت شغال ان موس. انا باجي ايه في البري تشارج فيز انا مشغل البي موس لوحده، وفي الايفالويشن فيز انا مشغل ان موس لوحده، فانا عمر ما هيبقى في عندي لحظه الاثنين هيشتغلوا مع بعض ات ذا سيم تايم، ومش هيبقى في عندي شورت سيركت كارنت، وبالتالي الديلي بتاعي او كل الكارنت بتاع الان موس از جوينج تو بي يوز تو ديسشارج الايه تو ديسشارج الاوتبوت كاباسيتي. ودول ثلاث اسباب بيخلوا دايما الايه الدايناميك جيتس اسرع من الاستاتيك جيتس، ودي القاعده الاساسيه بتاعتنا ان الدايناميك جيتس اسرع من الاستاتيك جيتس، انها تيجي انها جيتس صغيره حجمها صغير كاباسيتنس ساعتها قليله، فتقدر تشحن ايه تشحن وتفرغ اسرع. وده اكشوالي السبب الوحيد اللي بيخلينا نروح للدايناميك جيتس. احنا من السلايد الجايه وانت طالع هنلاقي عمالين ان احنا نشوف مشاكل في الدايناميك جيتس نتيجه الفلوتنج كاباستور ده، مشاكل كتيره جدا بتخلي ان في ايه ان الدايناميك جيتس دي ما هياش محببه الينا، يعني فيها مشاكل كتير وبنقعد عشان نتغلب على المشاكل دي بنعمل حاجات كتير يعني، فما هياش الطف حاجه. لكن ده دايما بيخلي الاختيار بتاعنا دايما ان احنا نشتغل بالستاتيك سيموس فاميلي، الا اذا ما كناش قادرين نجيب الايه الديلي اللي احنا عايزينه. يعني عايز اشتغل عند 6 جيجا مثلا، مش هلاقي ستاتيك جيتس تشتغل عند 6 جيجا، لكن ممكن الاقي دايناميك جيت تروح على 6 جيجا في المودرن تكنولوجيز يعني. اوكي، ففي الحاله دي لو انا عايز اشتغل عند فريكوانسي عاليه ومش قادر اجيب الديلي بتاعي عن طريق الستاتيك جيتس، هضطر اروح للدايناميك جيتس. غير كده الاختيار الاولاني بتاعك دايما لازم يكون الستاتيك جيتس، نتيجه انها ايه مشاكلها قليله فيري روبست مقارنه بالدايناميك جيتس، وكمان الباور كونسامشن بتاعها احسن. يعني احنا هنخش في السلايد رقم 8 هنلاقي ان من ضمن البروبرتيز برضو بتاعه الايه بتاعه الدايناميك جيتس انها بتحتاج ان الباور كونسامشن بتاعها اعلى من الاستاتيك جيت. وهنا مدينا اربعه بولتس، في اربع نقط مكتوبين، اثنين منهم باللون الاسود واثنين باللون الازرق. اللي باللون الاسود دول بيقولوا ان هم في صالح الدايناميك جيت، والباللون الازرق دول ضد الدايناميك جيت. ماشي، وللاسف الاثنين اللي ضد الدايناميك جيت بيطلعوا مور دوميننت او تاثيرهم اكتر من الاثنين الايه اللي في صالح الدايناميك جيت. طيب ايه اللي مكتوب اصلا؟ اول حاجه بنقول ان no static current path ever exists between VDD and ground including، يبقى معنى كده ان الشورت سيركت باور، احنا لسه من شويه قايلين ان مفيش شورت سيركت كارنت، وبالتالي مفيش شورت سيركت باور، وبالتالي يبقى في كومبوننت من الباور من اللي كانوا موجودين في الستاتيك جيتس مش موجود في الدايناميك جيتس، اللي هو الشورت سيركت باور ده مع السلامه مش موجود، عمره ما هيتواجد في الدايناميك جيتس. فدي حساب يخلي الباور بتاعي قليل. تاني حاجه ان مفيش جليتشز. عارفين يعني ايه جليتشز يا شباب؟ مين يقول لي يعني ايه جليتشز؟ طب يعني glitches كترجمة من الإنجليزي للعربي، glitch يعني إيه؟ عديتش عليكم خالص؟ فيش حد فيكم يتفرج على أفلام The Matrix مثلا؟ حد شاف The Matrix؟ ثلاث أفلام بتوع The Matrix؟ شاف كلمة glitch؟ يا دكتور يعني في مشكلة أو خلل أو
هي جليتش دي يعني بيبقى حاجه كده غلطه لحظيه، جليتش بنقول كده عامل ايه، حصلت غلطه لحظيه كده، مش هو مشكله او خلل، بس مش مشكله او خلل دائم، ماشي. دي المشكله او خلل دائم هنقول عليها فولت مثلا، لكن هنا جليتش معناه ان ايه، حصل حاجه باظت كده ورجعت على طول. فاحنا عندنا الجليتش دي بتحصل في الديجيتال كتير، مثلا نتيجه ان انت ليت سي ان ايه، ليت سي ان انا عندي اللوجيك بتاعي حاجه عامله كده مثلا، اند جيت وراها اند جيت ثانيه، ماشي، وفي هنا عندي الانبوت ده الديلي بتاعه مختلف عن الانبوتس دول لما يوصلوا هنا، نتيجه ان واحد بيعدي على جيت واحد مش بيعدي على جيت. فبنقول ان ممكن يحصل عندك ان بما ان ايه ده، ده الديلي كبير قوي، ماشي. فبنقول ان ممكن في الحاله دي يحصل عندي ما يعرف باسم الجليتشز، ان الاقي مثلا الاوتبوت كان المفروض يطلع هاي، ماشي، فطلع هاي، بعد كده راح نازل زيرو كده بسرعه، وبعد كده طلع هاي تاني، ماشي، نتيجه ان ايه، ان في انبوت في النص مثلا جه بقيمه ثانيه، او الديليز مش متساويه، فعقبال ما وصلوا بقى حصل في عندك جليتش في الاوتبوت، يعني الاوتبوت كان صفر طلع هاي ونزل لو، او كان لو او كان هاي نزل لو طلع هاي تاني. ممكن نلاقي ايه الجليتشات دي تظهر لنا في الاوتبوت. فالجليتشات دي زي ما كلكم متخيلين، الجليتشات دي ممكن تعمل لي باور كونسامشن، نتيجه ان عشان اعمل اي جليتش من دول محتاج اشحن الكاباستور وافرغه، او افرغ الكاباستور واشحنه، تمام. فالجليتشات دي بتؤدي الى باور كونسامشن موجود في الاستاتيك جيت، بس الديناميك جيت ما فيهاش الجليتشات دي. ليه ما فيش جليتشات في الديناميك جيت؟ عشان احنا شغالين على كلوك سايكل ثابت. كلوك سايكل دي بتساعدني طبعا في السينكرونايزيشن، بس الحاجه اللي احنا لسه قايلينها في السلايد اللي فات، ان انت اصلا لو افترضنا ان جالك الديليز بتاعتك بتاعت الانبوتس مش مظبوطه وحصل لك كده، ان انت لما بتنزل ما بتطلعش تاني، مش احنا اتفقنا ان انا ما عنديش القدره ان انا افرغ واشحن تاني؟ وانس انت فرغت الاوتبوت انت مش هتقدر تشحنه تاني غير لما تدخل في السايكل اللي بعديها، وبالتالي ان انت يحصل عندك انك تشحن وتفرغ، او تفرغ وتشحن، دي كجليتش دي عمرها ما هتحصل، لان انت ما عندكش غير وان دايركشن اوف ايه، اوف تشارجنج او ديسشارجنج بس اللي موجود، ما عندكش الايه، ما عندكش تو دايركشنز، اوكي. وبالتالي الجليتشز دي مش موجوده، فبالتالي ما يحصلش باور كونسامشن نتيجتها برضه. فانا عندي ميزتين، ان ما فيش عندي شورت سيركت باور، وما فيش عندي جليتشنج باور. بس العيوب بقى اللي انتوا شايفينها باللون الازرق ده، اني عندي دلوقتي سببين يخلي الباور كونسامشن اعلى. اول حاجه ان الالفا بتاعت الدايناميك جيتس اللي هي الاكتيفيتي فاكتور اللي لسه بنتكلمين عليها من شويه، اكبر من الالفا بتاعت الاستاتيك جيت. حد عنده سبب ليه الالفا بتاعت الدايناميك جيت اعلى من الالفا بتاعت الاستاتيك جيت؟ حد فاكر الالفا تايب كانت ايه؟ البروبابيليتي بتاعت 0 في ال1 بالظبط، تمام. احنا كنا في الاستاتيك جيت بنقول ان الترانزيشن بيحصل لما الانبوت، لما الاوتبوت يكون مره بصفر وراه 1، فكنا بنقول البروبابيليتي ب0 في البروبابيليتي ب1. بس حضراتكم لو خدتوا بالكم في الدايناميك جيت، انا دايما الاوتبوت بتاعي ب1، لان دايما بعمل بري تشارج في كل كلوك سايكل، صح؟ كل كلوك سايكل ام جوينج تو تشارج الاوتبوت لفي دي دي. وبالتالي تفتكروا الاكتيفيتي فاكتور دلوقتي نعرفها ايه بقى؟ الالفا دايناميك بتتعرف عنها البروبابيليتي ان الاوتبوت بيساوي صفر بس، في حين ان الالفا ستاتيك كنا بنقول انها البروبابيليتي ان الواي بيساوي صفر في البروبابيليتي ان الواي بيساوي 1. ده نتيجه ان انا ايه، عشان اشوف الاستاتيك يحصل فيه تغيير لازم الاوتبوت يروح صفر وبعد كده يروح 1، لكن بما اني في الدايناميك كده كده كل كلوك سايكل انا هروح الاوتبوت بتاعي ب1، يبقى البروبابيليتي ان يحصل عندي تغيير بس ان الاوتبوت يطلع بيساوي صفر. لان لو الاوتبوت كان بيساوي 1 انا هفضل فلوتنج على ال1 ده، لكن لو الاوتبوت راح بيساوي صفر انا هنزل ويحصل عندي تغيير. فالتغيير بيحصل بس لما يكون الاوتبوت بتاعي بيساوي صفر، فانا مش محتاج ان البروبابيليتي اوف 1 في البروبابيليتي اوف 0، ده هي البروبابيليتي اوف 0 بس هي الاكتيفيتي فاكتور بتاعتي. طيب من معلوماتكم بقى، مين اكبر؟ هل probability ان الواي بيساوي صفر اكبر، ولا probability ان الواي بيساوي صفر في probability ان الواي بيساوي واحد اكبر؟ الواي بيساوي صفر تقريبا، ان الواي بيساوي صفر اكبر، ده نتيجه ان احنا عارفين ان probability ده رقم اصغر من واحد دايما، فلما نضرب رقمين اصغر من واحد في بعض اكيد هتبقى اصغر من اي واحد فيه، اوكي.
وبالتالي الالفا بتاعت الاستاتيك جيتس اصغر من الالفا بتاعت الديناميك جيتس, وبالتالي الديناميك باور كونسومشن which is the highest component of power is larger in dynamic gates عن الاستاتيك جيتس. ادي سبب الاولاني, واضح ان هو سبب significant مش سبب ثانوي زي الاثنين اللي فوق اللي هم الاستاتيك والجليتشنج. ده سبب ايه significant, ان الديناميك باور كونسومشن في الديناميك جيتس اعلى من ذات اوف ذا ايه اوف ذا ستاتيك جيتس. طيب في حاجه كمان, ان انا دلوقتي بقى عندي كلوك, ده اللي كاتبينه في اخر نقطه تحت خالص كده, ان بقيت محتاج بري تشارج وايفالويت كلوك. انا بقيت عندي كلوك, كل جيت بقى داخل عليها انبوت جديد اسمه كلوك, ما كانش موجود في الاستاتيك جيتس. الدايناميك جيتس بتحتاج كلوك داخل على البي موس اللي فوق وكلوك داخل على الايفالويشن ترانزستور اللي تحت, فبقى في عندي اكسترا ايه اكسترا ترانزستور داخل عليها كلوك. طبعا الكلوك دي از ذا هايست از ذا فاستست سيجنال في السيستم كله, السيستم بيشتغل بالكلوك وبالتالي مش هيبقى في حاجه اعلى من الكلوك. فالكلوك دي حاجه الفريكوانسي بتاعتها سريعه وبقت داخله على 2 ترانزستور في كل جيت, يبقى انتم متخيلين كميه الجيتس بقى اللي موجوده اللي داخل عليها الكلوك دي, وانت محتاج تشحن الكاباسيتورز بتاعتها وتفرغها في كل كلوك سايكل. يبقى ده معناه ان عندي باور كونسامشن كبير جدا نتيجه الايه نتيجه الاكسترا كلوك دي. يبقى في عندي دايناميك جيتس كبيره كمان عشان اشحن وافرغ الكلوك ايفالويشن والبري تشارج ترانزستور. يبقى عندي سببين جوهريين يخلوا لي الباور كونسامشن بتاع الدايناميك جيتس اعلى من الاستاتيك جيتس. يبقى احنا باي ديفولت مش هروح للدايناميك جيتس الا اذا كنت محتاج السبيد العاليه, وانا عارف ان انا هضحي بشويه باور علشان اوصل للنقطه دي. اخر كاركترستيك موجوده عندي ان الفي تي ان بتاعتي, ان الفي ام بيساوي الفي اي اتش بيساوي الفي اي ال, كلهم بيساوي الفي تي ان اللي هي الان موست ثريشولد, وبالتالي يبقى النويز مارجن لو بتاعي قليل. فاكرين احنا لما كنا بنحسب الفي ام والفي اي اتش والفي اي ال والكلام ده, كنا بنقول ان في فايت ما بين الان موس والبي موس, وبنساوي كارنت فوق بالكارنت تحت ونشوف الفي ام بكام, المفروض نشوف الفي اي اتش بكام والفي اي ال بكام, ونشوف مين ساتوريشن ومين ترايد والكلام ده كله. كل الكلام ده مش موجود في الدايناميك جيتس, لان الدايناميك جيتس اتفقنا انا عندي نص التايم بشغل البي موس لوحده ونص التايم بشغل الان موس لوحده, وبالتالي الان موس لما بيبدا ايفالويت هو مفيش حاجه بيتخانق معاها, مفيش كارنت ماشي في البي موس, فابدا اشوف الفي ام فين والفي اي اتش فين والفي اي ال فين. ده اول ما الان موس هيشتغل, اول ما الانبوت هيعدي الفي ثريشولد ان, هيروح الاوتبوت نازل معايا على طول, وبالتالي الفي اي ال هي هي الفي اي اتش هي هي الفي ام, كلهم بيساوي الفي ثريشولد بتاع الان موس بتاعي. وباعتبار ان الفي ثريشولد ده المفروض ان هو رقم صغير, فبالتالي يبقى النويز مارجن لو بتاعي المفروض ان هو حاجه صغيره, دي حاجه مش كويسه يعني حاجه وحشه مقارنه بالستاتيك جيتس. يبقى كونكلوجن بتاعي ان الدايناميك جيتس ستيل ريل تو ريل ستيل ان ريشود ماشي اسرع من الستاتيك جيتس, بتستهلك باور كونسومشن اكتر من الستاتيك جيتس, النويز مارجن بتاعها اوحش من الستاتيك جيتس. اي سؤال في سلايد 87 دكتور؟ اتفضل. هو احنا مش كنا بنحسب الالفا دي من الفانكشن بتاعت الجيت نفسها؟ يعني كنا مثلا في الناند بنشوف هي تطلع 1 امتى وامتى تكون 0 نضربهم في بعض. احنا هنا ليه ما فهمتش ليه هنا احنا خدناها بزيرو على طول؟ يعني لو عندي جيت ناند هي نفس الالفا بتاعت جيت مثلا اكس اور هي نفس الالفا بتاعت جيت نور في حاله الديناميك؟ لا, انت بتدور على البروبابيليشن الالفا بيساوي 0. البروبابيليتي الالفا بيساوي 0 مثلا في الناند 3 على 4 ماشي, سوري 1 على 4 انا اسف, الالفا بيساوي 0 1 على 4, لكن في الاكس اور هو 2 على 4. طب يعني ماشي, انت بتدور على, واحنا ليه افترضنا ان هي 1 على طول؟ عشان انت كل كلوك سايكل انت يو ار جوينج تو بري تشارج, عشان كل كلوك سايكل هدخل في بري تشارج فيز وهخلي الالفا بتاعي بيساوي 1. تمام. يبقى هو بتبتدي عشان يبقى انت كده كده عشان هو بيبتدي من واحد كده كده, انت مش هيحصل عندك ترانزيشن غير لو الابوت بيساوي صفر, لكن لو الابوت فضل واحد طول عمره ما في عندك ترانزيشن. تمام يا دكتور. الترانزيشن بس بقى بيجي دلوقتي لما يبقى عندك ايه ان الابوت بيساوي صفر. تمام يا دكتور, شكرا لحضرتك جدا. نعم, اي سؤال تاني يا شباب؟ طيب لو حبيت احسب اللوجيكال ايفورت بقى للدايناميك جيتس, فاول حاجه هنعملها ان احنا برضو الـ كل حاجه بتبقى ريفرنس للريفرنس انفرتر للسي موس, برضو الاستاتيك سي موس هو الريفرنس انفرتر بتاعنا,
وهو اللي هنعمل عليه سايزنج اكوردنج. لو قلت ان الريفرنس انفرتر بتاعي هو ده ستيل وده كان واحد لاثنين وعايز اعمل سايزنج، يبقى الراجل على الشمال ده هعمل له سايزنج ازاي؟ ال ان موس هعمل له سايزنج ازاي يا شباب؟ خليه ضعف الضعف اثنين ترانزستور ان سيريز، يبقى ده خليه اثنين واثنين. طب واللي على اليمين؟ واحد على ثلاثة. لا ثلاثة قصدك؟ ثلاثة 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 ليه واحد على ثلاثة؟ اوكي ثلاثة ترانزستور ان سيريز تمام. وبالتالي لو حبيت احسب اللوجيكال ايفورت، فاللوجيكال ايفورت طب اصلا ايه الجيت اللي على الشمال ده؟ اللي على الشمال ده ايه يا شباب؟ انفرتر. اللي على الشمال ده دايناميك انفرتر تمام. واللي على اليمين ناند تو انبوت ناند برضه دايناميك تو انبوت ناند. جميل. وطبعا لو حبيت احسب بقى السي جيت ان واحسب اللوجيكال ايفورت زي ما عملنا، يبقى السي جيت ان هيبقى هي في الحاله دي 2 تمام، وبالتالي هيطلع اللوجيكال ايفورت هو 2 على 3 كده. اول مره نشوف اللوجيكال ايفورت بتاعنا اصغر من 1. اللوجيكال ايفورت بتاع الدايناميك انفرتر اصغر من اللوجيكال ايفورت بتاع الاستاتيك انفرتر بيساوي 2 على 3. ولو خدت الدايناميك جيت التو انبوت ناند يبقى هيبقى عندي السي جيت بتاعي هيبقى بيساوي 3، والثلاثة لما اقسمها على 3 هيطلع اللوجيكال ايفورت بتاعي بيساوي 1. يبقى اللوجيكال ايفورت بتاع تو انبوت دايناميك جيت زي الايه؟ زي الانفرتر الاستاتيك انفرتر بتاع السيموس فام. اوكي فده يبين دايما ليه ان حجمهم صغير وبالتالي اللوجيكال ايفورت اللي بيتبذل اقل وبالتالي الديلي بتاعنا احسن يعني. فده بان على طول ان اللوجيكال ايفورت بتاعنا اصلا. طبعا تلاحظوا ان انا لما جيت عملت سايزنج ما عملتش سايزنج للبي موس، لو خدتوا بالكم ما حطيناش سايزنج للبي موس. واقع الامر ان انت ممكن لو هنتبع الرولز اللي احنا خدناها في الاستاتيك انفرتر يبقى البي موس ده المفروض يكون كام؟ 2 2 هنا و2 هنا تمام. ده لو انا اتبعت الرولز دي. بس زي ما اتفقنا البي موس دلوقتي ده ما بقى السايز بتاعه ما بقاش مفيد بالنسبه لي في الايفالويشن في اللحظات المهمه بالنسبه لي، وبالتالي البي موس ده غالبا ساعات كتير بنعمله مينيمم سايز، بخليه مينيمم سايز علشان خاطر ايه؟ انا مستخدمه في البري تشارج بس، وانا مش 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 مستعجل قوي ان البري تشارج بتاعي يخلص بسرعه. از لونج از ان التايم بتاع البري تشارج كافي ان انا اشحن فمفيش مشكله، از لونج از ان انت شحنت كافي لغايه بي دي دي ويذن البري تشارج بيريد بتاعتك فده از اوكي. فلو المينيمم سايز ترانزستور يكفيني ان انا اشحن لغايه بي دي دي هنستخدم مينيمم سايز ترانزستور، لان في الحاله دي هيقلل لي الكاباسيتنس اللي في الاوتبوت وبالتالي يقلل لي البارازيتك ديلي ويقلل لي الاوفرول ديلي بتاع السيستم بتاعي. اوكي فغالبا يعني انا ما بهتمش بالسايزنج بتاع البي موس، ولو طلبت منكم ان انت تعملوا سايزنج للبي موس لازم اديكم اكسترا بيس اوف انفورميشن في المساله. اقول لكم مثلا ان انا عايز مينيمايز البارازيتك ديلي فتروح حاطط اصغر سايز، ممكن اقول لك انا عايز اعمله زي ريفرنس انفرتر فتحطه زي ريفرنس انفرتر وهكذا. ولازم يكون في معلومه كمان، يبقى باي ديفولت بالنسبه للديناميك جيتس البري تشارج ترانزستور مش لازم ان هو يكون ايه يتبع الرولز بتاعه السايزنج اللي احنا تعودنا عليها ماشي، نتيجه ان احنا مش مهم قوي بالنسبه لنا التايم اللي باخده في البري تشارج. طيب اخر حاجه هناخدها النهارده هي هل محتاجين ان احنا نعمل الكلام ده؟ هل الكلام ده ممكن يتعمل بي موس؟ فواقع الامر احنا ممكن نعمل نفس الكلام اللي عملناه في الان موس نعمله في البي موس، بس في الحاله دي هستخدم البول اب نتورك مكان البول داون نتورك. هيبقى عندي الترانزستور بيبقى اسمه البري تشارج ترانزستور، هيبقى بري ديسشارج ترانزستور ان هو هيدشارج الاوتبوت بتاعي ماشي، والايفالويشن ترانزستور هيبقى من فوق اوكي وباخد الاوتبوت من تحت اوكي. في الحاله دي دايما هيبقى عندي الاوتبوت بينزل بيساوي صفر باي ديفولت، الاوتبوت هيساوي صفر. ولو البول اب نتورك عايزه تشحنه هتشحنه، لو ما شحنتوش هتسيبه ايه؟ هتسيبه صفر في الاوتبوت بتاعي، وبالتالي يبقى كل حاجه درسناها هتتعكس ماشي. يبقى الالفا هتبقى البروبابيلتي ان الاوتبوت بيساوي 1 مش الاوتبوت بيساوي 0 اوكي، وهبقى معتمد على البول اب نتورك مش البول داون نتورك. طبعا ده موجود بس طبعا ما هوش احسن حاجه، احنا هنيجي ان شاء الله الاسبوع الجاي هنلاقي امتى بنستخدم البي موس ده وفي استخدام هيبقى مهم بالنسبه لنا اوكي. بس ايه من واقع الامر لو انت عندك الاختيار ما بين انك تستخدم ان موس او بي موس فاكيد هنستخدم الان موس، نتيجه ان هو ايه الدرايفنج كابابيلتي بتاعته اعلى من البي موس وبالتالي حجمه هيكون ايه هيكون اصغر.
الفانكشن بتاعت الفانكشن بتاعت دي هتبقى ايه يا شباب؟ السي ended مع A و B. السي ended مع A و B. تمام ماشي، يبقى السي ended مع A و B، وبرضو ما تنسوش البار دايما، في عندنا ايه؟ عندنا البار still in inverting logic family. اوكي، فده الناس اللي كانت مش متعودة بقى على الايه، على البول اب نتورك، هتحتاج انها تتعود على البول اب نتورك هنا، او ان انت تروح راسم الدول بول داون نتورك بتاعتها وتكتب الفانكشن برضو. يعني ممكن ترسم الدول pull down network بتاعتها وتكتب الفانكشن لو انت متعود بس على الان موس. يعني فاحنا عندنا السيريز بيبقى اور والبارلل بيبقى اند، وتطلع لنا الفانكشن دي. طبعا هنا تلاحظوا ان لما كلوب 1 انا بري ديستشارج، وبالتالي هنا البري ديستشارجنج في كلوب هاي، والايفالويشن لما كلوب 0 ده اللي حصل، يبقى فانا عكس اللي كان موجود قبل كده. بقى عندي كلوب 0 هي اللي بيحصل فيها الايه الايفالويشن، والكلوب 1 هي اللي بيحصل فيها البري ديستشارج. طبعا ممكن نعكس الكلام ده اني ادخل الكلوك بار بدل ما ادخل الكلوك يعني، وفي المتقل في الحالة دي يبقى نفس الفيزز بتاعتنا موجودة. طيب دي اخر حاجة هناخدها النهاردة. اي سؤال حضرتك؟ بس انا مش عارف ليه في الان موس بناخد الالفا بواي بتساوي زيرو، وهنا بناخد واي بتساوي واحد. علشان في الان موس انت باي ديفولت الاوتبوت بيحصل له بري تشارجنج لفي دي دي كل كلوك سايكل، وبالتالي التغيير بس هيحصل لما الاوتبوت بيكون بيساوي صفر، في حين ان في البي موس انت دايما في كل كلوك سايكل بتعمل بري ديسشارج الاوتبوت بيساوي صفر، فباي ديفولت هيحصل بس الاوتبوت يتغير لما الاوتبوت يبقى عايز يطلع هاي. ماشي، يعني انت هنا باي ديفولت الاوتبوت از بري ديسشارجد مش بري تشارج، دايما الاوتبوت بصفر على طول. ويحصل التغيير امتى؟ لما يكون عندك اللوجيك عايز يطلع الصفر ده يطلعه الواحد، فبقى بروبيشن الاوتبوت بيساوي واحد هو السبب ان يحصل عندي ايه باور كونسومشن. لكن في الان موس انت الاوتبوت على طول بواحد، وهينزل لزيرو بس لما اللوجيك يكون عايز ينزله لزيرو، يبقى البروبابيلتي ان الاوتبوت بيساوي زيرو بس هي اللي بتسبب ان في باور في ترانزيشن وفي باور كونسومشن. تمام، شكرا يا دكتور. طبعا اذا كان النويز مارجن لو وحش في ال N MOS، فهنا يبقى النويز مارجن هاي هو اللي وحش في ال P MOS. ماشي، لان احنا في الاخر بنعتمد هنا على P MOS مش على N MOS. فاول ما الانبوت هينزل تحت ال VDD minus ال V3 بتاع ال P MOS هيبدا ييفالويت على طول، وبالتالي هيبقى النويز مارجن بتاعك الهاي هو اللي وحش مش اللو. ماشي، العكس بتاع كل حاجه يعني. ماشي، اي سؤال تاني دكتور؟ انا عندي سؤال بالنسبه للبروجكت. دلوقتي احنا مستعملين في الكود بتاعنا السايند لايبرري، وهي مش موجوده في البي دي اف، فينفع نستعملها عادي ولا لازم نلتزم باللي موجود في البي دي اف بس؟ لو انت بتستخدم السايند لايبرري بس لو عايز تعمل البونس بورت، لكن من غير البونس بورت ما تستخدمهاش. انا عايز اعمل البونس بورت فعادي نستعملها صح؟ شكرا. اي اسئله ثانيه يا شباب؟ معلش دكتور، سؤال في البروجكت برضو. دلوقتي حضرتك في المفروض ان الاوتبوت الانبوت 2 4 بيتس، يعني كل رقم منهم 4 بيتس، والاوتبوت بيطلع 5 بيتس. تمام، فال5 بيتس دي بتبقى مفيده في حاله الارثماتيك، بس في حاله اللوجيك هي دايما هيكونوا ال2 بيتس، يعني دايما هتكون الاربعه مش محتاجين البيت الخمسه دي. فانا عندي سؤال بقى، لو انا مثلا عندي رقم داخل مثلا هعمل لهم اندنج مثلا، او هعمل لهم مثلا ايا كان الاوبريشن، هل احط التو بيتس دول كان الرقم كان انبوت 5 بيتس واتعامل معهم على ان هم صفرين مثلا؟ يعني لو انا بعمل لهم ناند مثلا فهم هيطلعوا بواحد، فتطلع بواحد لا. ولا دايما لازم اطلعها بصفر؟ لا طلع علينا الفيفث بيت بصفر على طول في الحاله دي. معلش ما سمعتش، الصوت قطع. طلع البيت الخمسه بصفر على طول في الحاله دي من غير ما تغير حاجه في الانبوت. تمام يا دكتور. دكتور، هو لو هعمل جزء البونس بتاع السايند، تمام، هل هيبقى في اوبشن اليوزر هيختار هو عايز يشتغل سايند ولا انسايند، ولا على هعرف على حسب البيت الاخرانيه بس؟ لا، هو هيبقى سايند كله خلاص، يعني هيبقى رينج الارقام من نيجاتيف 8 ل 7 صح كده؟ هو ما 4 بيتس، يبقى من نيجاتيف 8 ل 7.
تمام. ماشي، أي سؤال تاني؟ دكتور